الأهلي العالمي يبدع ويمتع ويتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان ويقترب من ريال مدريد العالمي بهدفين لمحمد شريف وصلاح محسن. كابتن ماهر ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي، فوز مستحق وبطولة تضاف لبطولات النادي الأهلي المقتص دولابه ببطولات كتير قوي. مبروك مبروك أيمن، مبروك علاء، بلال، عادل، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي. وزي ما قلنا في الأول الكلام إن كانت بطولة مهمة جدا عشان التعب السنين اللي فاتت لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. النهارده البطولة السابعة لتاريخ هذا المجلس مع لجنة الكورة ولجنة التخطيط. مبروك للجهاز الفني، للاعبين، الجهاز الطبي، الإداري، جمهور النادي الأهلي الحبيب. صحيح. كان واضح النهارده ان احنا كلنا كان عندنا ثقه بشكل كبير جدا في بدايه الاستوديو التحليلي. النهارده النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي الرجاله عودونا في المواقف الصعبه بهذا الشكل، عودونا بتبان روح الفنان الحمراء، بتبان الصفات الاراديه للاعبين، بيبان اداء اللعيبه بشكل كبير. الخبره كمان يا ايمن النهارده حسمت بشكل كبير جدا هذه المباراه، وحسمت بشكل كبير جدا البطوله السابعه للنادي الاهلي. فالنهارده شوط ثاني متغير بشكل كبير من كل الجوانب التخطيطيه والتكتيكيه والتنظيميه، زي ما بيقول بقى شوط ثاني للمدربين مستر موسيماني. فرق بشكل كبير جدا في الشوط الثاني عن الاداء عن الشوط الاولاني، وده يعني اذا كان بيدل فبيدل ان في رؤيه فنيه بشكل كبير جدا ساهمت في احراز هذه البطوله. وعلى راسها التغييرات اللي حصلت، تغييرات كانت مثمره بشكل كبير جدا. الانذارات اللي حصلت من بدايه الشوط الاولاني قدر مستر موسيماني ان هو يغير نجمين كبار جدا في خط الظهر، وينزل نجمين كبار جدا عندهم خبره فرقوا معانا في بدايه الهجمات وفرقوا معانا في احراز هذه البطوله بشكل كبير. يا كابتن ماهر، طيب هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء الف مبروك، تتويج اخر وتحقيق رقم قياسي جديد، ومين غير الاهلي ممكن يعمل كده؟ ما في غير الاهلي، الناس كلها بتتغير الا النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي ثابت، النادي الاهلي هو قيمه، النادي الاهلي هو هو البطولات، هو الانجازات، هو الارقام القياسيه، هو كل حاجه تفرحك في الكوره في مصر. مش تفرحك بس، تحس انت فخور بالنادي الاهلي وبيحصل في النادي الاهلي. ومش هتكلم عن النادي الاهلي كتير، بس النهارده عايز ابارك اولا لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، جماهير النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، كل من ينتمي للنادي الاهلي الف الف مبروك. صحيح. بطوله جديده وانجاز جديد على فكره دي البطوله الثامنه في عهد الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله يبقى البطولات جايه اكتر كمان ان شاء الله رب العالمين. هو النادي الاهلي ده ايمن، النادي الاهلي باللعيبه اللي موجوده، بمجلس الاداره اللي موجود، هو ده النادي الاهلي، ما فيش حاجه تتغير، كل حاجه بتتغير حواليك الا حاجه واحده، يعني الحمد لله طبعا الحاجه الثابته او القيمه الثابته هو النادي الاهلي. النادي الاهلي القيمه الثابته الموجوده في الكره المصريه والافريقيه، واللي دايما بيحقق بطولات، دايما بيفرح جماهير وبيفرح ناس كلها. ناس كتير فرحانه النادي الاهلي النهارده، حتى عكس غير جماهيره كمان. انجاز كبير قوي النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله بيقرب لريال مدريد، واللي انا متوقعه ان شاء الله هيعدي ريال مدريد كمان. النادي الاهلي نادي عظيم، دي الكلمه اللي لازم قالك. النادي الاهلي هو نادي عظيم، عظيم افريقيا، عظيم الكره العربيه، هيعدي ريال مدريد متاكد ان شاء الله. مبروك الف الف مبروك، بطوله جديده وبطوله مستحقه، وان شاء الله لسه بطولات جايه كمان كتير ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق وابتدى يقرب من ريال مدريد، واحنا بصراحه في حته ثانيه خالص. ده حقيقه يا كابتن، واحنا اتفقنا على ان احنا النادي الاهلي بيلعب على البطولات، واتفقنا على حاجه ثانيه، انك انت طول الوقت بتخرج من حاجه لحاجه، تخرج من بطوله لبطوله. انت دلوقتي انا متاكد تماما ان احنا قاعدين اهو النهارده بالليل، خلاص بالنهارده بالليل قفل. عندنا ماتشات مؤجله في الدوري عشان نرجع بس للدوري ونفضى بقى للمحليه شويه، وبقى لما ناخد نفسنا وبعدين نرجع تاني لافضل. لا هو الجدول حصل فيه تغييرات تعديلات، فدلوقتي هيبقى عندنا ماتش الكاس المفروض لحد دلوقتي انبي يوم 4، وبعد كده المفروض
مباراه الترجي في الدور قبل النهائي ان شاء الله. والله بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه، احنا الـ 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 فكر لعيبه النادي الاهلي خلاص انت خدت البطوله تشيلها. بس انا النهارده عجبني المنظر اللي هو بتاع الكابتن محمود الخطيب ان اللعيبه جميل. يا ريت تجيبوا لنا الصوره بتاعت اللعيبه لما حطت الميداليات في رقبه الكابتن الخطيب. في حاجه انا اللي عاوز اقولها لك كابتن، انا بيعجبني في الفكره انه بيطلع رئيس بعثه في الماتشات الصعبه. صحيح. انت تخيل الصوره يا كابتن عادل. لا دي حاجه جميله طبعا، يعني انت عارف لما بتيجي الكابتن محمود لما بيروح مع فرقه النادي الاهلي بيديهم روح عاليه قوي. لو سمحت في قبلها السجده. كان في قبلها فعلا سجده قبل الصوره دي. يعني السجده دي يعني صحيح برضك منظر جميل قوي. لا يعني اهي السجده يا كابتن ماهر. صراحه يعني فعلا تحس ان تصرف تلقائي نابع من القلب. بص يا كابتن، هو دايما عايز اقول لك حاجه، ربنا بيكافئ الناس اللي هي بتشتغل وبتجتهد. صحيح. احنا بنشتغل وبنجتهد كنادي اهلي، النادي الاهلي كل حد فيه بيشتغل في مجاله. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي انا عايز اقولها لك، احساس اللعيبه بقيمه النادي وبقيمه النادي والاشخاص اللي متواجدين في النادي. صح. احنا دايما بنقول ايه، النادي الاهلي ليه هيبته وليه شكله وليه حتى لعيبه اللي توفوا. انت فاهمني يا كابتن ماهر، دي حاجه مهمه جدا. يعني ممكن تكون لعيب كبير كابتن علاء حسب الامور دي والكابتن بلال والناس دي، ممكن تكون لعيب كويس في الكوره لكن لا تناسب النادي الاهلي. صحيح. ولا تناسب شكل النادي الاهلي. كلامك مظبوط يا كابتن. بس هو الحاجه المهمه في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم عليها، مدى حب اللاعبين ليه مسؤولينهم، مدى حب المسؤولين للعيبة. يعني أحيانا لما رئيس نادي يروح كرئيس بعثة في مباريات حساسة ممكن تكون فيها مشكلة، لكن هو بيقدر يروح معاهم وبيقدر يديهم دفعة قوية وفي إحساس كويس أو ما بين الفرقة وما بين جهازهم وإدارتهم، ودي حاجة مهمة جدا. ولكن في الآخر قدر النادي الأهلي كده، هتقفل أنت تلعب على كأس مصر، تلعب مباراة كاس مصر لازم تكسب، بعد كاس مصر لازم تكسب بطولة افريقيا ان شاء الله. هي هو قدر. صحيح. يعني في ناس قاعدة ومرتاحة خلاص ما بتلعبش على بطولات مرتاحة، لكن انت قدرك كنادي اهلي انك انت اللي لازم تشتغل وتشتغل وتشتغل وتشتغل، لان صدقني يا كابتن بص انت عمال تاخد بطولات قد ايه، لو اخفقت في مباراة كاس مثلا هيقول لك شمس الاهلي غابت والناس هتفضل تخبط فيك. مزبوط. جامد. علشان ده بيدونا دفعه قويه وقويه جدا، واحنا ابطال. انت بطل السوبر بعد بطوله افريقيه وبعدين خدت السوبر، ناقص لك حاجه مهمه قوي الايام الجايه دي، وانا طماع اخد بطوله افريقيا والعب في بطوله كاس عالم انافس. ايوه يعني الحته الثالث خلاص، يعني عاوز العب فاينل. يعني ده اللي في دماغي يعني. أيوة. إن شاء الله. ان شاء الله نقدر نعملها. هتقدر تعملها ازاي انك انت مضغوط قوي؟ صحيح. تقدر تعملها ازاي وان الفار لازم يبقى عنده دم شويه؟ انا بتكلم في ماتشات الدوري بقى. ولما هنرجع لماتشات الدوري يعني. في المحلي ما تخلينا في العالمي دلوقتي. لا ما هو يا كابتن خلاص انا خلينا المحلي ده لما الطياره ترجع من قطر تيجي هنا. بص يا كابتن يعني انا بعتبر اول ما الحكم صفر انا خلاص بنسى. لا في لحظات فرحه يا كابتن. طبعا احنا عايزين نفرح النهارده بنصفر دي وبتاع. لا بص في لحظات فرح برضه يا كابتن. الا ولازم تنام فرحان ومبسوط ومش شايل هم وبتاع. وبعدين لما نرجع مصر بقى نبقى ندور على الفار بقى وندور على القطط. بلال مهم. الجمهور من حقه يفرح طول الوقت يحدد البطوله اللي بعديها. صحيح مظبوط. لكن اللاعبين من اول ما الحكم يصفر ممكن يفرحوا شويه، ولكن المدربين والناس دي لازم بيشتغلوا اول ما الحكم بيصفر. فانا بتهيألي يعني انا بتمنى كده، انا بحب كده يعني ان احنا نقفل عشان نشتغل على اللي جاي، الجمهور يفرح ويعيش اللي هو عايشه ويستمتع واحنا نفرح هنا كمان. احنا طبعا طبعا احنا كمان هنفضل مبسوطين لحد ما انت الجمهور دلوقتي. والفرحه حلوه فعلا يا كابتن عادل زي ما انت بتقول. طبعًا. اكيد الفرحه حلوه واحنا كلنا فرحانين دلوقتي زي جمهور النادي الاهلي. احنا دلوقتي من الجماهير. طبعًا. تعالوا بقى نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ونشوف فرحه لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز بالسوبر. اتفضل يا كريم. بجد تحيي لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز مهم السوبر الافريقي في دولاب بطولات النادي الاهلي، خمس بطولات في جعبه موسيماني الشناوي.
سهل يا شناوي تكون حارس مرمى، لكن صعب تكون الشناوي. ده اللي بيقوله جمهور النادي الاهلي. ببارك لك يا شناوي على قيادتك الرائعه كالعاده، ادائك المميز شدك لعيبه النادي الاهلي. مبروك بطوله جديده، موسم استثنائي يا شناوي بتحصل فيه على بطولات جديده جدا، بس كل ده يرجع للمجهود الكبير والصبر والاداء. حابب تقول لكل اللعيبه على فوز بالسوبر الافريقي؟ اكيد طبعا مبروك للجمهور اللي موجود النهارده. طبعا بقول لهم انتوا جود ساندونا، انتوا على طول بتساندونا، انتوا رقم واحد بالنسبه لنا. والف مبروك للاعيبه الرجاله ديت، طول عمرهم رجاله، بيبقوا في المواقف الصعبه بيبانوا على طول، على طول رجاله في كذا موقف، كذا موقف اتحطينا فيه. اللعيبه ديت يعني بنت موقفهم في المواقف الصعبه. لا طبعا المجهود بتاع اللعيبه كلها، مش بتاع شناوي ولا ايمن ولا سعد ولا وليد، احنا كلنا احنا اللعيبه الكبار هنا، احنا اخواتهم موجودين، احنا على طول بنساندهم، احنا اخواتهم، احنا اللعيبه الكبار بتبقى بالنسبه للعيبه اللي موجوده كلها، احنا بنفهمهم الدنيا ماشيه ازاي، بنفهم الجمهور بيبقى عايز ايه، الاداره بتبقى عايزه ايه، السيستم اللي احنا ماشيين عليه، احنا على طول بنتكلم في كده على طول. واللعيبه انا مش لوحدي، انا معايا كابتن فرقه كبار، ايمن وسعد ورامي ووليد والناس كلها، ومعايا لعيبه كبار سليا وهاني وحمدي. اللعيبه كلها بصراحه اللعيبه كلها بتحب بعض، اللعيبه كلها قلب على قلب واحد. احنا قعدنا معسكر طويل، اي حد هيبقى زهقان واحنا كنا زهقانين، بس احنا عارفين ان البطوله دي بتفرح، بقى لها 7 سنين غايبه عن النادي، واحنا الحمد لله جبناها والرابعه علينا. الحمد لله نفكر في اللي جاي، عندنا سوبر مصري وعندنا دوري، ده نفكر في اللي جاي، وعندنا افريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا. واللعيبه دي بتعمل تاريخ لنفسها، وهم على طول عارفين كده، عايزين يعملوا تاريخ للنادي، عايزين يعملوا تاريخ لنفسهم، دي حاجه كويسه، هم فاهمين الكلام ده كويس. مفيش اي حد هنا اعلى من حد، احنا كلنا زي كلنا واحد، كلنا بنعمل الوجبات اللي لينا، كل واحد عارف دوره كويس. اي حد بيشيل الفرقه، شناوي بيشيل الفرقه، الديفنس كله بيشيل الفرقه، الدفاع الناس اللي قدام، احنا كلنا مجموعه واحده، احنا فرقه جماعيه مش فرقه فرديه، احنا فرقه جماعيه. دي حاجه احنا على طول بنتكلم فيها. وطبعا اي مجهود بيجي على الفرقه كلها، واي فرحه بتيجي للفرقه كلها، بيقولوا النادي الاهلي اللي خد البطوله، ولا بيقولوا شناوي، ولا بيقولوا سعد، ولا بيقولوا ايمن، ولا بيقولوا حد، بيقولوا الفرقه النادي الاهلي. بس انا عايز اشكر من هنا، عايز اشكر من هنا اللعيبه الكبيره اللي معايا، كابتن ايمن اشرف، كابتن سعد، كابتن وليد، الكابتن رامي، هاني، كباتن الفرقه كلها اللي موجودين، السوليه، ناس كلها كبيره اللي موجوده، مروان محسن اللي غاب عننا بقول له الف ترجع الف سلامه ان شاء الله، بقول له الف مبروك على البطوله، بقول للناس كلها اللي حتى في مصر بقول لهم، وكريم نيدفيد ومحمد محمود بقول لهم الف مبروك، مش عايز انسى حد، والناس اللي معانا اللي تعبت بقول لهم الف مبروك، وبقول للجمهور انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، واحنا على طول بنقدر نحقق حاجه، على طول نفرحكم، وانتوا لازم تحققوا تفرحوا، وبنشوفكم في الملاعب بنفرح، واللعيبه كلها بتفرح وانتوا موجودين في الملعب، دي حاجه بالنسبه لنا بتبقى كبيره جدا. وطبعا مبارك للاداره على رئيس الكابتن محمود الخطيب، راجل على طول مساندنا، اخ كبير لينا، على طول ورانا، يا راجل موجود معانا، الكابتن موجود معانا من ماتش سان داونز لغايه هنا، يعني سفريه كبيره جدا، قعدنا يوم كامل في الطياره وهو معانا مساندنا، دي حاجه كبيره جدا. الحمد لله الف الف مبروك، بقول للعيبه انتوا رجاله، وبشكركم وبشكركم وبشكركم، انتوا الف رجاله، ونركز في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي منتخبنا الوطني، فوز مهم جدا الحقيقه، الفرحه كبيره وفرحه رائعه جدا لجمهور النادي الاهلي اللي يمكن كان ليه دور كبير النهارده رغم التحضير الجيد وقله العدد القليل جدا من جمهور النادي الاهلي، لكن كان مفعول السحر كالعاده، هتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهم دول لعيبه النادي الاهلي، وهو ده جمهور النادي الاهلي. هنطمن اكيد مع كل لعيبه النادي الاهلي. اي رامي ربيع كمان هنتكلم معاه طبعا ونبارك له على المباراه. رامي الف مبروك يا رامي وجميل. انا عايز اتكلم على لقطه قبل ما اكلمك على حاجه، كل اللعيبه راحت لبست المدينه للكابتن محمود الخطيب، لقطه كبيره جدا بتدل على قيمه النادي الاهلي وقيمه الكابتن محمود الخطيب وحبكم الكبير للاسطوره كابتن محمود الخطيب. ببارك لك وببارك لكل اللعيبه، وحابب تقول يا رب. بصراحه كابتن محمود يعني قيمه وقامه، يعني يعتبر اخ قبل ما يكون رئيس للنادي الاهلي، يعني زي ما انت شايف الراجل يعني معانا في الاوقات المناسبه جدا، بنقدره وبنحترمه، والراجل لما حد بيحتاج حاجه بيبقى واقف جنبه، فده اقل حاجه نديها له. ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، وقفوا جنبنا، ويا ريت لسه هتقفوا جنبنا تاني. لسه الموسم ما خلصش، لسه في عندنا حاجات كتيره هنعملها، ولسه في هنقع فترات ونقوم على رجلينا فترات، فاحنا لازم الجمهور يقدر حاجه زي كده، ولازم يقدر ان الماتشات كلها ورا بعض لو ملاحظين حتى ما بقاش فيه فرق بين احتياطي واساسي دلوقتي، الفكره كلها ان كلنا بنلعب ماتشات كبيره وتقيله ورا بعض، وموضوع الموضوع صعب. يعني في فرقه لو لعبت مثلا 3 ماتشات ورا بعض يقول لك احنا عندنا ضغط، احنا بنلعب ببطولات ورا بعض، يعني داخل افريقيا في السوبر في الدوري في الكاس، فانت عندك
عندك كميه ماتشات مش طبيعيه. لو في فرقه عندها الكميه الماتشات دي هيقول لك احنا عندنا ضغط 3 ماتشات ورا بعض في اسبوع فحرام. لا بس احنا استنى يا ابني شويه يا ابني. فاتمنى الجمهور يفضل مقدرنا ومستحملنا ويفضل شايلنا طول عمره، ده اللي واخدينه على النادي الاهلي. فهديتهم ان هم مستحملنا السوبر النهارده. نتمنى ان شاء الله بطوله افريقيا الاهم لينا والعشرة، فمبروك ليكم وافرحوا، واحنا كمان من حقنا نفرح. فمبروك لكابتن محمود الخطيب. مبروك يا رامي يا جميل، مبارك لك وان شاء الله اللي قادم احسن يكون باذن الله. كهربا جميل مبروك، مبروك لك طبعا. حابب تقولي بس الاول قولي، انت قلت يلا يا ابني خلاص ما تعملش اللقاء، مش عملت تقول يلا يا ابني مش هتعمل لقاء انت كمان. كهربا لابس سيرت رامي ربيعه، كهربا لابس سيرت رامي ربيعه، مبارك لك يا كهربا. تعالي تعالي ما تاكلش، مش هتاخد التيشيرت، مش هتاخد التيشيرت وتمشي. ايوه اوعى كان خليت التيشيرتين بتوعه والله، بس هما يعني حبايبي عادي ادهولك ده ب 10 جربت. تقولي للعيبه الرجاله دي كلها وتقولي للكابتن محمود الخطيب، شفنا لقطه كل اللعيبه بتلبس الميداليه لكابتن محمود الخطيب، وانت كان ليك حضن كده جامد قوي مع الكابتن الخطيب، حابب تقول يا كهربا للعيبه الرجاله وعلى الفوز في السوبر. والله يمكن الحمد لله، يعني الحمد لله طبعا على السوبر طبعا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا، يعني اللعيبه كلها رجاله ما شاء الله. يمكن احنا بقى لنا معسكر طويل مع بعض، يمكن اللعبة كلها اتعادت ان احنا ناخد السوبر، يعني ما شاء الله عليهم. بشكرهم كلهم على اداء النهارده والروح الجميله ديت، وبشكر اللعيبه اللي بره اللي سكور على الروح الجميله ديت اللي هم كانوا سهرانين قبل الماتش وبعد الماتش مع بعض. ويعني الحمد لله على جمهور النادي الاهلي طبعا، بشكرهم ان هم جم سندونا النهارده، وبشكر طبعا كابتن خطيب طبعا يعني على دعمه الدائم ليا يعني وعلى طول معايا ومع الفريق كله يعني. ويمكن الحضن ده يعني عشان كنت بشكره على كان مديني اداني مكافاه اجاده يعني اليومين اللي فاتت دول بعد التمارين، عشان يعني الواحد كان بيتمرن كويس الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها. فناداني بعد التمرين وكلمني فقال لي ليك عندي مكافاه اجاده، فبشكره جدا يعني عشان كده حضن حضن ده. الناس ما تعرفش وما شافتش الكهرباء الحقيقه في التدريبات، اداء وروح واخلاص، واضح ان كهربا مركز بشكل كبير جدا. الفرصه هتيجي كهربا، ربنا بيكرمك فيها، والفرصه جات لك النهارده، انت عملت واحده كده لو كانت جت كانت كسرت الدنيا. الحمد لله الحمد لله طبعا، يعني ده توفيق عند ربنا وكرم، والواحد بيتعب وبيجتهد وان شاء الله ربنا يكون معاه الفتره الجايه. والواحد طبعا يعني اي حد يلعب، الواحد جاهز في اي وقت، الواحد في النادي الاهلي يعني النادي الاهلي كله يعني الواحد ما بيبصش لنفسه بس، النادي الاهلي كله نجوم، اللعيبه كلها النهارده خدنا السوبر، الفريق كله خد السوبر، مش لعيب معين. يمكن الواحد مركز بشكل كويس، وان شاء الله الفتره الجايه يعني هيبقى احسن واحسن ان شاء الله. اول لما فرصه تيجي الواحد هيمسك فيها، وان شاء الله يكون عند سكه الجمهور والواحد بيتمرن. احنا مستنيينك كل ده والله، انت عملت لي يلا امشي وانا بتكلم. طب شوف الدنيا لفت لفت اهو يا رب، مش هديك التيشيرت. مبروك يا الله يبارك فيك علي. علي يا جميل، الشناوي قال كلام عليك وقال على دوركم الكبير كلاعيبه كبار. انكار الذات ده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي الحقيقه. انا بشوفك بره من خارج الخطوط بتحمس اللعيبه قبل الشناوي، حابب تقول الاول لكل اللعيبه وشايف اداء الشناوي الكبير بقيمته الكبيره، شايف اداؤه ازاي للمباراه دي؟ طبعا الاول بحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطوله، ومبروك للعيبه، اللعيبه رجاله وبقى لنا فتره في المعسكر، والحمد لله مجهودنا ما راحش هدر وربنا كرمنا الحمد لله. ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بطوله غاليه غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين، فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي. لا الشناوي انا كلامي يعني اقول لك ايه، يعني الشناوي اخ كبير ليا، ماشي بشكل كويس جدا، ربنا يكرمه الفتره اللي جايه، واحنا مع بعض، احنا اخوات مع بعض، اي حد فينا يلعب اهم حاجه النادي الاهلي يبقى هو رقم واحد. فالحمد لله ده باين في الملعب، الحمد لله ربنا بيكرمنا، ربنا بيكرمك في الاول عشان نيتك وعشان الناس اللي معاك. فالحمد لله احنا الحمد لله قريبين من بعض، وان شاء الله البطولات الاكثر اللي جايه باذن الله، وعندنا لسه عندنا في هنرجع مصر عندنا الكاس، وبعد كده نخش في الدوري، وان شاء الله خلاص يعني النهارده هنفرح وبكره بالكثير، وهنقفل على نفسنا عشان بطوله الكاس وبعد كده الدوري ان شاء الله. الف مبروك يا الف مبروك. كابتن وليد سليمان نجم نجوم النادي الاهلي، والقيمه والرمز والاخلاق والوفاء والانتماء، احنا عايزين وليد سليمان معانا في النادي الاهلي 10 سنين و15 سنه، وده اللي يمكن جمهور النادي الاهلي بيحسه. حب كبير يا وليد اللي بيحبه جمهور النادي الاهلي ليه بيخليك تسد ودانك دي وتسد ودانك دي كمان. حابب تقول للعيبه الرجاله، انت ما لعبتش النهارده لكن كان ليك دور كبير من اول يوم لينا في صن داونز يا وليد الحقيقه، وتحميسك وتحفيزك للاعبين، لعيبه رجاله وضغط كبير، حابب تقول لكل لعيبه النادي الاهلي؟ ربنا يخليك يا رب. طبعا بقول لزمايلي مبروك، وقبل البطوله الناس دي بامانه يعني لعيبه رجاله،
لعيبه عندها انكار ذات غير طبيعي للفرقه ولزمايلهم، دي حاجه كويسه ببارك لهم وبقول لهم ان شاء الله احنا كده خلاص هنفرح النهارده ونقفل، عندنا حاجات كتير جدا. اللي بيلعب في النادي الاهلي ضريبه بيدفع ضريبه ان هو خلاص كل بطوله بتعدي بيفكر في اللي بعدها. مبروك وان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله، وبشكر زمايلي وبشكر جمهور الاهلي بالاخص اللي هو دايما داعم لكل لعيب وداعم لي انا بالاخص، والحمد لله انا طبعا النهارده ليا انا وسعد سمير ورامي دي بطوله السوبر الثالثه الحمد لله، وعلى المستوى الشخصي دي البطوله ال20 ليا من خلال النادي الاهلي الحمد لله، ومبروك وعقبال الجاي ان شاء الله. تلاحم كبير وضغط كبير يا وليد، لكن الحقيقه فصلنا من سان داونز البطوله الافريقيه، كانت عندنا الرغبه موجوده بشكل قوي جدا في المباراه دي، لكن انا في كل سؤال بقول اللقطه اللي كابتن محمود الخطيب وكل اللعيبه بتلبسوا الميداليا دي لقطه كبيره جدا، مردودها ايه وايه الرساله اللي نجح ممكن نقولها باللقطه دي يا وليد؟ دي حاجه احنا طبعا يعني احنا مش عارفين نعمل ايه مع الكابتن، يعني الكابتن معانا وبيساندنا في كل حته وكل سفريه، وسفرات صعبه جدا زي ما انت شايف، احنا ممكن خارج القاهره خارج مصر بقالنا 15 يوم ولا 14 يوم والكابتن معانا وسفر طويل وطيران، احنا عايزين نعمل له حاجه، عايزين يعني احنا مش عايز اقول ان ده تكريم، الكابتن يستاهل اكتر من كده بكتير، والكابتن رمز لينا احنا وحاجه كبيره جدا. كنا نتمنى نعمل حاجه اكتر من كده، بس دي اللي في يعني اللي في ايدينا، واللعيبه كلها بتحب الكابتن بتحب النادي وبتضحي زي ما قلت لك، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. وليد سليمان في قلب كل اهلاوي، وليد سليمان 10 سنين 20 سنه موجود في النادي الاهلي، ده شرف ليا الحمد لله، الواحد يعني بحمد ربنا واشكره ان انا النادي اللي انا وانا من صغري بشجعه وتمنيت من ربنا ان انا اكون موجود جوه الكيان الكبير العظيم ده، الحمد لله ربنا حقق لي امنيه ان انا اكون موجود في الكيان الكبير ده واكون جزء من تاريخ النادي، الحمد لله بشكر كل المسؤولين على مدار السنين ان انا قضيتها في النادي، وبشكر كل جمهور الاهلي اللي دايما داعم ليا على المستوى الشخصي. شكرا حبيبي الله يخليك. ببارك اكيد لكل نجوم اللي نادي الاهلي الحقيقه، كمان انا قبل ما اكتب بقى معايا حمزه علاء اللي يمكن دوره مهم جدا الحقيقه، لعيب صغير لكن فكر كبير، علاقته رائعه باللعيبه، جمهور النادي الاهلي بيحبه، بطوله جديده وبطوله مهمه، وكان واضح التركيز حمزه من واحنا في جنوب افريقيا ان احنا هنرجع بثلاث نقاط ان احنا نتخطى في بطوله افريقيه ونرجع بالسوبر، حابب تقول ايه على الفرحه الكبيره وحصول النادي الاهلي على السوبر؟ طبعا في الاول الحمد لله على نعمه النادي الاهلي، يعني انا يمكن دي اول بطوله يعني اخشها كحارس، يعني كحارس من الحراس، واكون يعني اول بطوله تتحسب لي باذن الله، وطبعا ما اقدرش اقول حاجه غير الحمد لله، وفي بصراحه لعيبه يعني بمعنى كلمه رجاله، معنى كلمه تضحيه، ومعنى انك تكون بعيد عن بيتك واهلك لمده الفتره دي كلها وتبقى اساسا بعيد عشان عندك مهمتين صعبين جدا، الصعود لنص نهائي افريقيا والتتويج بالسوبر الافريقي اللي يعني بقى لنا 7 سنين ما خدناهوش، ودي طبعا حاجه تتحسب طبعا لكل اللعيبه اللي هنا، وتتحسب لكل الناس، اي حد طبعا في النادي الاهلي تتحسب له اللي موجود واللي مش موجود، وانا بالاخص اشكر مصطفى شوبير، عشان مصطفى شوبير هو يعني انا وهو متربيين مع بعض من صغرنا، وهو عي جاله لما نيجي هنا، ف يعني ما لوش نصيب ان هو يجي السفريه دي، بس طبعا مبروك ليه ومبروك للناس كلها، والحمد لله على نعمه النادي الاهلي بصراحه، ما اقدرش يعني الحمد لله، الله يبارك فيك يا حاج. مستمرين معاكم وفرحه كبيره جدا، واحد من اللعيبه الرجاله اللي عمل مباراه رائعه، ويمكن كدماته وتكلينجاته والناس يعني حسين الشحات واحد من النجوم، جمهور النادي الاهلي بيحبك بشكل كبير، والهتاف لحظه هتاف الجمهور يا حسين ليك وهو بينادي عليك، لان احنا محرومين الحقيقه من الجمهور ده، قبل الماتش اللحظه دي اثرت فيك ازاي وحابب تقول يا حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني الاول حاجه مبروك طبعا لجمهور الاهلي العظيم اللي دايما ورانا ودايما في ظهرنا، مبروك لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب والمجلس كله، ومبروك للاعيبه الرجاله اللي كلهم رجاله دايما بيظهروا في وقت الجد، مبروك للجهاز الفني طبعا. والله طبعا الحمد لله، يعني الجمهور انت عارف دي احسن حاجه في الماتشات كلها، واحسن حاجه طبعا اللعيبه بتحبها، وطبعا بتبقى لحظه كبيره جدا ولحظه اي لعيب بيحبها، فالحمد لله كنت مبسوط يعني، وهي النور بينادي عليا، والحمد لله احنا النهارده كنا متفقين كلنا ان احنا ما ينفعش نروح والجمهور ده زعلان، لازم نبقى كلنا نكسب عشان الرجاله كلنا نكسب ان شاء الله عشان خاطر الجمهور ده، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. السوبر بيمثل ايه لحسين؟ احنا واخدين الدوري، الكاس، افريقيا برونزيه، واخدين السوبر الافريقي، ولسه كمان احنا طماعين وجمهور النادي الاهلي طماع. طبعا والله بص، يعني جمهور الاهلي دايما بيحب البطولات، وانا يعني انا واحد من
من الناس انا اخترت النادي الاهلي عشان خاطر البطولات، عشان خاطر اسمك بيتكتب دايما في التاريخ كل مع كل بطوله بس. فان شاء الله احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، وان شاء الله نحقق خماسيه باذن الله. احنا كلنا متفقين ان احنا ان شاء الله نحقق خماسيه لمباراه السوبر ان شاء الله الجايه باذن الله، السوبر المصري ان شاء الله نقدر نحاول نحقق الخماسيه السنه دي، ربنا يكرمنا باذن الله ومزيد من البطولات ان شاء الله. حبيبي كريم الله يبارك فيك يا حبيبي، وكان كلنا مستمرين معاكم ومع كل مشاهدي قناه الاهلي. ياسر ابراهيم قلب الاسد زي ما بنقول الحقيقه الفتره اللي فاتت. كابتن ياسر مبروك، بطوله جديده بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دول قلب الاسد، اللقب ده بيمثل ايه ياسر ابراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك ببلع؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ده بارك للعيبه وجمهور النادي الاهلي والجهاز الاداري والطبي والجمهور الاهلي في كل حته، الف الف مبروك البطوله. ان شاء الله دي مش اخر واحده باذن الله، نوعدكم بالمزيد بالبطولات ان شاء الله لدولاب النادي الاهلي باذن الله. لا اللقب ده طبعا انا مبسوط طبعا بيه، ويا رب كده دايما في كل ماتش ابقى عند حسن ظنكم يا رب كده دايما، واقدر اعمل اللي عليا واكتر كمان عشان خاطر اسعدكم ان شاء الله. سر الاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي دي بتشوفها ازاي؟ لان احنا الحقيقه شايفين فصل تام وتركيز، بنطلع من مباراه نخش المباراه، نطلع في بطوله ندخل في بطوله، لكن الرغبه موجوده والاصرار موجود وشخصيه النادي الاهلي موجوده. انقل لي الكواليس دي، لان دي يعني جمهور النادي الاهلي ما بيحضرش معانا يا ياسر، انت عارف الامور. هو ده النادي الاهلي، يعني احنا خلاص كل بطوله بندخل فيها خلاص هي دي ان شاء الله تبقى بتاعتنا، كلنا مع بعض بنتكلم سواء جمهور لعيبه جهاز كلنا مع بعض. ده كانوا حنين قوي كده، سواء لعيبه كلنا بنقعد نتكلم مع بعض يا جماعه نركز، البطولات بتاعتنا لازم احنا رقم واحد كل حاجه بندخلها لازم نتوج بيها ان شاء الله عشان نسعد جمهورنا في كل حته. طبعا كلنا بنقعد نتكلم مع بعض في المحاضرات، خدنا افريقيا بنقفل الصفحه بنخش الصفحه اللي بعديها، خدنا السوبر هنقفل هنفرح وكل حاجه ونبص ونقفلها ونبص للماتشات اللي جايه الدوري نركز فيه. هو ده النادي الاهلي، ما ينفعش يدخل في البطوله ما يبقاش فيها رقم واحد. مبروك حبيبي الله يبارك فيك. كابتن حمد فتحي انا بقول لك الحمد لله على السلامه، كنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت، جمهور النادي الاهلي كان مفتقدك بشكل كبير جدا، الكل كان منتظر امتى حمدي فتحي هنشوفه في الملعب، والحقيقه يمكن شفنا من اول يوم واضح ان حمدي جاهز بشكل كبير. بحب اقول لك الحمد لله على السلامه حمدي، مبروك البطوله، بطوله مهمه جدا، حابب تقول للعيبه الرجاله وحابب تقول للجمهور النادي الاهلي؟ والله بس الحمد لله طبعا على الرجوع تاني للملعب، بس يعني انا عايز ابارك الاول في الحمد لله بطوله غاليه علينا وغايبه بقى لها فتره، فبارك لجمهور النادي الاهلي كله والاداره واللعيبه والجهاز كلنا بصراحه الفتره اللي فاتت تعبنا وكنا مركزين جدا ان احنا ناخد البطوله ديت، وفي كاس مصر برده مركزين ان شاء الله ان احنا ناخد الخماسيه السنه دي، وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى الاداره وعلى علينا كلنا يعني وعلى اهالينا كمان، وكلنا مبسوطين يعني ان احنا اللي احنا بنحققه ده في وقت قليل، وكلنا في وقت قليل موجودين في النادي الاهلي، وان شاء الله نكون اضافه كلنا للنادي الاهلي وكلنا بنخدم النادي في الاول وفي الاخر. يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه كنا بنتمنى يبقى اكتر من كده في الملعب رغم قله العدد يا حمدي، لكن ادوا روح وسندوا ودعموا بشكل كبير، احساسك وانت جمهور النادي الاهلي بينادي على حمدي فتحي في المباراه؟ والله بص على طول هم في ظهرنا، يعني احنا بنبقى مبسوطين جدا، حتى في كاس العالم كنا مبسوطين جدا ان هم موجودين، ودايما بنبقى بص يعني عايزينهم معانا في الماتشات على طول، وهم بصراحه يعني هم بيساندونا بشكل كبير وبيقفوا جنبنا، وان شاء الله نقدر نفرحهم الفتره اللي جايه وان شاء الله خير يعني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. اكيد بنشكر كل لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، الكابتن محمود الخطيب، الكل قادر والكل ساند، والحقيقه يمكن زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت كانت صعوبات بشكل كبير جدا، تلاحم كبير على لعيبه النادي الاهلي، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، شخصيه النادي الاهلي تحسم اي بطوله، يا رب ان شاء الله باذن يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات والقادم افضل ان شاء الله. يا كابتن ايمن مستمرين معاك لحظه بلحظه بنقل الكواليس واخبار وفرحه كل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عقب الحصول على بطوله السوبر، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. أنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين كابتن بلال، فرحة كبيرة جدا، ألف مبروك أولا، بطولة غالية، لعيبة رجالة، جمهور عظيم، الحمد لله على نعمة الأهلي. طبعا الحمد لله على نعمة الأهلي طبعا، يعني الأهلي العالمي، الأهلي التاريخ، الأهلي المثال اللي يحتذى به. احنا بنتكلم دلوقتي على العالميه، مش بنتكلم على مصر بقى و42 بطوله وغيرنا 12 بطوله ولا 8 9 بطولات، احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي في منافسه عالميه، ده في منافسه قاريه ما بيننا وما بين ريال مدريد، النهارده احنا 22 بطوله
ريال مدريد 26 بطولة ومشي زيدان، فأعتقد إن هم قدامهم 5-6 سنين كمان عشان ياخدوا بطولات يكون إحنا جبناهم. فعايز أقول لا مبروك للنادي الأهلي طبعًا، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للاعبين، مبروك للمدير الفني، مبروك كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. من بطولة لبطولة بيزداد الأهلي بريقًا يعني ولا معانا، يمكن يعني النادي الأهلي كلنا بنفخر إن إحنا انتمينا ليه، بنفخر إن إحنا كنا من أبنائه، بنفخر إن إحنا يعني كنا جزء من التاريخ بتاع النادي الأهلي، واللعيبة دي أكيد جزء كمان وبيسطروا تاريخ جوه النادي الأهلي. شرف لأي حد في يعني في إفريقيا أو الوطن العربي أو حتى في العالم يعني إن هو ينتمي للنادي الأهلي ويكون بيشجع النادي الأهلي. يعني دايما هو سر السعادة طبعا وسر الفرح بالنسبة لناس كتير. يعني أوقات كتيرة جدا يعني لو تفتكر لما كانت الدنيا مظلمة في مصر كان الأهلي وهو حتى ما فيش دوري في مصر كان الاهلي بيجيب بطوله افريقيا، كان الاهلي هو بيفرح الناس، كان الاهلي هو مصدر السعاده بالنسبه للناس. الاهلي في مكان والفرقه الثانيه اعتقد في مكان ثاني خالص مختلف. صحيح. تماما صحيح. اداريا ناجح على مستوى عالي جدا، فنيا ناجح على مستوى عالي جدا، عنده قيم ومبادئ ومثل بتمشي على الجميع يعني من الصغير للكبير، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي وسر قياده ورياده النادي الاهلي. يعني لو قعدنا نتكلم او لو قعدت اتكلم يمكن من هنا لحد سنتين عشان نتكلم عشان يعني نوصف النادي الاهلي يعني. صحيح. مبروك بطوله صعبه طبعا، بطوله السوبر. انا دايما بشوف ان البطولات اللي عباره عن ماتش واحد تبقى بطولات صعبه. صعبه قوي فعلا، محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه، محتاجه حضور شديد جدا من اللعيبه، محتاجه تركيز كبير جدا من المدير الفني. لازم تبقى على قدر المسؤوليه، ما ينفعش تتشتت طول المباراه. الاهلي النهارده شوط وشوط، الشوط الاول ما كناش على المستوى الافضل بالنسبه لنا، الشوط الثاني يعني انقلب الموضوع تماما، بقى النادي الاهلي مسيطر، بقى افضل، بقى احسن، امتلكنا كل شيء، سجلنا هدفين وكان ممكن نسجل الهدف الثالث. يعني مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، بطوله صح في رصيد النادي الاهلي. انا بقول يعني عكس كابتن عادل هقول يعني اللعيبه من حقها تفرح لحد اخر اليوم لحد ما ترجع مصر. صح. مدير الفني من حقه يفرح طبعا لحد ما يرجع برضه مصر. جمهورنا جمهور طبعا عزيز. الجمهور يفرح لحد البطوله اللي جايه طبعًا. يعني الجمهور من حقه يفرح ومن حقه ان هو يتباهى بفرقته. احنا كمان من حقنا نفرح طبعًا بالنادي الاهلي وبالانجاز، لان كل انجاز وكل انتصار بيحسب لينا. احنا في الاول وفي الاخر الناس بتشاور علينا وبتقول دول لعيبه النادي الاهلي او دول كباتن النادي الاهلي او دول من ينتموا للنادي الاهلي. في بعد كده بطولات جايه مش هنتكلم فيها دلوقتي، مش وقتها. احنا وقت ان احنا نفرح النهارده. صحيح. بالبطوله اللي احنا اخذناها. صحيح. كابتن ماهر، يمكن مستر موسيماني دخل في اربع معارك او اربع بطولات، كسب ثلاثه وخد ثالث كاس عالم، ومازال ماشي في بطولتين كمان، ماشي في الدوري وماشي في بطوله افريقيا. هو ناس كتير تقول لك ايه اصل مستر موسيماني التوفيق معاه بصوره كبيره جدا. احنا تعودنا دايما التوفيق ما بيجيش لواحد ما بيعملش حاجه، بيجي لواحد مجتهد، بيجي لواحد بيشتغل، بيجي لواحد بيتعب. بالظبط بالظبط يا ايمن. عايز اقول مبروك لمستر موسيماني. زي ما انت بتقول كده يا ايمن، التوفيق تملي بيجي من الناس اللي بتتعب، الناس اللي بتجتهد. مؤسسة النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي طول عمرها متورثة، مجالس إدارة مع أجهزة فنية مع لاعبين مع جمهور، التركيبة دي كلها بتتعب وتجتهد بشكل كبير جدا، وفي الآخر بيحصل التوفيق ده وبيحصل الإنجازات دي. صعب الإنجازات دي تيجي للناس كسلانة والناس ما بتشتغلش والناس ما بتتعبش والناس ما بتذاكرش والناس ما بتحللش والناس ما بتتعبش. مظبوط. فمنظومة النادي الأهلي طول عمرها، يعني أنا عايز أقول لك إني أنا كنت مشفق عليهم جدا، ويمكن قلنا في أول البرنامج إنك أنت اللعبة دي عملت إنجاز وإعجاز في نفس الوقت. اللعبة دي من بعد مباراة سان داونز، شوف التعب والمشوار والإجهاد اللي هم عانوا منه من خلال 90 دقيقة وخرجوا بنتيجة إيجابية، ثم قفلوا الملف بتاع أفريقيا وبدأ يفتح في ملف السوبر، وده في منتهى الصعوبة. في 3 أيام أو 4 أيام الجهاز الفني ذاكر نهضة بركان، مستر موسيماني قدر يختار الاستراتيجية والطريقة، طريقة اللعب الأمثل لهذه المباراة، قدر يختار اللعيبة اللي تقدر تشارك في هذه المباراة من خلال تشكيلة جميلة بدأ بها المباراة. ثم الشوط الثاني تغيير بشكل كبير جدا في بعض العناصر الخبرة اللي نزلت، اللي هي حطت ايديها على المكسب، حطت ايديها
على ثقة لعبة النادي الأهلي في حتة التسليم والتسلم وإظهار الثغرة اللي نقدر نخش من خلالها عشان نسجل هدفين جمال. عايز أقول لك مستر موسيماني محظوظ وسعيد. أي مدرب يا أيمن بيشتغل مع النادي الأهلي إذا كان مصري أو إذا كان أجنبي فهو في منتهى السعادة اللي ممكن يلاقيها. عايز أقول لك توفيق سبحان الله. إحنا مفيش مدرب جه مع النادي الأهلي وأخفق، مفيش مدرب جه مع النادي الأهلي وفشل. عايز أقول لك النادي الأهلي يا أيمن أنا بمثله تملي بجملة، النادي الأهلي جنة الأرض، جنة الأرض في الرياضة، جنة الأرض في الكورة. فعلا النادي الأهلي هو صاحب السعادة، هو صاحب الابتسامة على جمهور مصر والنادي الأهلي. صحيح. فبقول لمستر موسيماني ربنا يوفقك، أنت محظوظ أنك أنت موجود في أحسن نادي في القرن، أحسن منظومة في الشرق الأوسط، أحسن منظومة في الشرق الأوسط، قدرت تحقق بطولات مع النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية مزيد من هذه البطولات مع هذا الجهاز بإذن الله رب العالمين. وما زلنا مستمرين مع الفرحة، هنطير لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحية ليك يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. النادي الأهلي هو السوبر وكل أبناء النادي الأهلي في كل مكان هم السوبر. معايا واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين اللي ارتباطه بالنادي الأهلي ارتباطه أبدي ووجداني، العميد محمد مرجان اللي كان حريص انه يكون موجود النهارده وسط أعضاء النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي علشان يتابع مباراة السوبر. سيادة العميد، العميد محمد مرجان يعني ارتباطه بالنادي الأهلي بقول ارتباط وجداني، ارتباط أبدي كواحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين. طبعا احنا النادي الأهلي احنا مولودين فيه يعني الحمد لله رب العالمين. أولا نبارك للنادي الأهلي، نبارك لجميع النادي الأهلي، نبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، ونبارك له هو مباركة خاصة على الجهد اللي عمله من جنوب أفريقيا لقطر، رحلة شاقة جدا بس ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وأكرم النادي الأهلي الحمد لله. بنبارك للجهاز الفني على المجهود الرائع وحاجة مشرفة جدا، بنشكر كابتن موسيماني وإن شاء الله بإذن الله احنا يعني كده مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب دي البطولة الرابعة في موسم 2020-21 ان شاء الله باذن الله يبقى فاضل السوبر المحلي يبقى كده الخماسيه، وبعد كده باذن الله نركز في العشرة بامر الله بامر الله تكون برده ان شاء الله اهلاويه. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبقى عدل، اللي بيتعب ربنا بيكرمه، فريق بيتعب في شغل باداره ليها تخطيط كويس جدا. نتمنى لكل المؤسسات في مصر تبقى شغاله، الرياضيه تبقى شغاله بنفس الاسلوب. النهارده فرحه مش نادي الاهلي بس، فرحه متهيالي للكره المصريه كلها، اي حد فعلا يعني بيتابع الرياضه دي فرحه الرياضه المصريه كلها. النادي الاهلي النهارده بطل السوبر، بطل افريقيا، ده مصر مش النادي الاهلي بس. تاني هنقول مبروك لجميع الاهلي بصفه خاصه، مبروك للجمهور المصري كله والشعب المصري كله بصفه عامه. محمد بيه، الاهلي بيعمل معادله صعبه، عضو النادي الاهلي يقول لك انا موجود في البيت الكبير بيت النادي الاهلي، اللي بيتولى منصب في النادي الاهلي ارتباطه بيبقى ارتباط ابدي، يعني بيزد يعني بيجي النادي الاهلي اكتر ما كان موجود في منصب. لا هو النادي الاهلي كده ربنا على كده، انت النهارده في اي مكان انت بتخدم بيتك، في اي مكان بتخدم، بس النادي الاهلي علمك حاجه تانية خالص، اللي انت طول ما انت موجود بتخدم. النهارده كنا بنخدم النادي الاهلي بصفه خاصه طول ما احنا موجودين، انتمائنا للنادي الاهلي، ولكن النهارده احنا بنخدم الرياضه وبنقدم ايدينا بصفه عامه لكل الرياضيين والرياضه المصريه عامه، فدي حاجه كويسه. النادي الاهلي دايما بيطلع الكوادر وهو ده النادي الاهلي، واي نادي في مصر خلي بالك بيطلع الكوادر بتاعته عشان تخدم الرياضه، في الاخر احنا بنكمل بعض كلنا. محمد بيه، يعني في كتير من اللقاءات كنا بنسجل مع حضرتك في وسط الانشاءات وفي وسط الانجازات اللي بيعملها النادي الاهلي، لكن كنت دايما انت قريب من نبض الجمهور، بتتكلم بلغه البطولات، انا عايز بطوله، انا عايز افريقيا، انا عايز السوبر. ما هو انا عشان احنا لعيبه، يعني احنا اصلا اتولدنا بنلعب في الرياضه، فطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا البطوله، اي حاجه ثانيه يعني انت بتكمل مشوار، لكن اساس النادي الاهلي نادي رياضه، فاهم؟ اي نادي بالرياضه بيبقى عايز البطوله نمره واحد اهم حاجه، فانت النهارده بتركز على الرياضه، على الجانب الاخر خدماتك وانشئاتك والخدمه اللي انت بتقدمها المجتمعيه وخدمه الاعضاء الجمعيه العموميه، ولكن اساسنا كلنا بما فيهم كل هتلاقي الاعضاء الجمعيه كلهم عايزين بطوله. يعني انا حاضر في النادي الاهلي من ايام ما كنا صغيرين يقول لك مش مهم الكراسي بتاعتنا بس المهم نحصل على بطوله. النهارده انت بتعمل المعادله الصعبه ازاي بتبقى ناجح او نمره واحد في الناحيتين رياضيا، دي تكلفه عاليه جدا جدا جدا، الانشاءات وخدمات الاعضاء برضو دي تكلفه عاليه جدا جدا، في الاخر هي منظومه كامله متكامله. متهيالي النادي الاهلي وصل كمؤسسه رياضيه، ما اصبحش نادي فقط، لا اصبح مؤسسه، ومؤسسه رياضيه كبيره جدا جدا، انت بتتكلم النهارده في 5 فروع، وربنا يكرم ان شاء الله يفتحوا فرع التجمع الخامس قريب، فانت دي بقت مش نادي، لا ده بقى مؤسسه رياضيه منظومه بالشركات اللي اعلن عنها، بالاستاد
متهيألي نتمنى يبقى فيه أكتر من مؤسسة النادي الأهلي الفترة اللي جاية إن شاء الله. محمد بيه، عايز أختم مع حضرتك بنقطة مهمة، شايف حركة الطفرة الإنشائية اللي بتعيشها الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شركة استادات عليها حمل كبير جدا وعليها مسؤولية كبيرة جدا، إنك تمشي في خطوط متوازية مع الدولة المصرية أمر صعب. الحمد لله. شوف انا يمكن قلتها قبل كده وانا موجود مدير النادي الاهلي، اللي مش هيستغل فتره وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والطفره الانشائيه اللي بتحصل مش هتحصل تاني. انت ما كنتش عارف تاخد رخصه عشان خاطر تحط مسمار في مدينه نصر هنا، انت النهارده مدينه نصر تتفرج على الاسوار وتتفرج على الانشاءات شكلها بقى عامل ازاي. النهارده نفس القصه الشيخ زايد، انت بتاخد موافقات الاستاد بتاعك، بتاخد موافقات بانشاءاتك، اللي مش هيواكب الطفره دي مش هيعرف يعملها تاني. النهارده نفس القصه في شركه السيارات الوطنيه، احنا النهارده بنصارع وبنسابق الزمن اللي احنا بنفتح سيتي كلاب في كل محافظه. الحمد لله يمكن ربنا اكرمنا مع مجلس الاداره برئاسه برضه الاستاذ سيف الوزيري اللي احنا نقدر نفتح 5 فروع في رمضان، وده كان مجهود جامد جدا على كل فريق العمل في شركه السادات واسره سيتي كلاب بصفه خاصه. ان شاء الله باذن الله بنكمل برضه الفتره اللي جايه، يبقى في مجموعه افتتاحات على مستوى العبور والشروق، وهنبدا بعد كده نخش على وجه ابلي مينيا وسوهاج واسيوط. فدايما طالما في دولة قوية وبتتحرك لازم انت تقدم خدمة. دولة النهاردة هي بتقدم خدماتها وبتقدم ايديها للمجتمع، للشباب، للعائلات، للأسر. لازم برضه هم كمان يقدموا ايديهم اللي هم يساعدوا، ما يستنوش. احنا عايزين نحقق حلمهم، بنحقق حلمهم اللي احنا رحنا لغايه عندهم عشان نكتشف المواهب، بنوفر لهم البنية التحتية كويسة عشان خاطر يتمرن مناخ صحي كويس. يا رب يبقى عندنا 1000 محمد صلاح الفترة اللي جاية. انت السوبر، كلمة من القلب تقولها لمين؟ تاني، انت السوبر، كلمة من القلب تقولها لمين؟ للنادي الأهلي وجمهوره. لازم النادي الأهلي وجمهوره هو السوبر، والحمد لله رب العالمين. ألف مبروك وربنا يكرم إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا. أنت السوبر يا أهلي، كلمة تلخص كلام كتير جدا من العميد محمد مرجان اللي قال كلام من القلب وارتباطه الوجداني بالنادي الأهلي. يبقى النادي الأهلي هو السوبر ومزيد من البطولات للنادي الأهلي. من جديد تعود ليك الكلمة يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام. زي ما سمعنا وزي ما احنا عارفين دايما، الفرحة أهلي، السعادة أهلي، البهجة أهلي، السوبر أهلي. هنروح مرة تانية لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحية ليك يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي كان حريص أن يكون موجود وسط أبناء النادي الأهلي كواحد من أبناء النادي الأهلي يتابع المباراة. ونقول له مبروك ومليون مبروك للأهلي دائما وأبدا، هو السوبر. النهاردة مباراة كبيرة بتكلل مجهود كبير جدا وتعب كبير جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي وكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي. مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب على الجهد الكبير، مبروك لجنه الكوره والاعضاء النادي الاهلي، مبروك لكل الناس الاهلاويه المحبين للنادي الاهلي. الف مبروك. الحقيقه مباراه محترمه، مباراه جيده، فريق محترم. النادي الاهلي الحقيقه قدم مباراه قويه جدا، يمكن نجحنا الحقيقه باقتدار في المباراتين، سواء مباراه سان داونز او الحقيقه المباراه السوبر الافريقي. يعني اعتقد سفريه مهمه جدا بالنسبه لنا، سفريه مهمه جدا الحقيقه في التركيز. عندنا ملفات كمان جديده، واحنا بنقول الف مبروك. احنا جايين على بطوله دوري وجايين على تركيز في بطوله افريقيا، وهو ده النادي الاهلي وهي دي ضريبه النادي الاهلي. تبقى في عز فرحتك وبتفكر بكره في ايه وبتفكر ايه الاعباء اللي عليك. فدايما لعبتنا رجاله، دايما جهاز فني الحقيقه متميز ما شاء الله. مبروك ليهم الحقيقه، بذلوا مجهود كبير، قدوا مباراه على مستوى عالي جدا، مباراه قويه. حاسين ان احنا كسبانين البطوله واحنا فخورين الحقيقه ان احنا نستحق البطوله، ودي اهم حاجه في الموضوع، ان انت تبقى كسبان وانت ادائك في الملعب كان متميز. مبروك لكل نجوم الاستوديو طبعا، الكابتن ايمن شوقي ونجوم النادي الاهلي ونجوم مصر الحقيقه، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن ماهر همام، كابتن احمد بلال، كابتن علاء ميهوب، اعتقد تقريبا دول اللي في الاستوديو. مظبوط كده، تمام. الف الف مبروك ليكم، دايما منورين النادي الاهلي، دايما منورين قناه النادي الاهلي، دايما الى الامام مع بعض جميعا ان شاء الله باذن الله. عمرو بيه، يعني دايما ماتشات الاهلي يا حضرتك موجود في الاستاد يا اما موجود وسط الاعضاء، ما فكرتش انت تتفرج على المباراه في البيت في جو اسري او جو عائلي؟ لا، جاي موجود في وسط ابناء النادي الاهلي. هو الاهلي والنادي الاهلي وحياه النادي الاهلي، واحنا كلنا اهلي وعارف بنحسها بكل مشاعرنا. يعني الناس النهارده انت بتشوف الكره بتيجي جون، انت بتسمع صوت القاضي كانك بتسمع جول استاد.
يعني انت كل اعضاء النادي الاهلي النهارده موجوده. يمكن ان انا النهارده في نادي اهلي مدينه نصر وفي بعض الزملاء الحقيقه موجودين في نادي اهلي الجزيره، كاننا منقسمين نفسنا، ناس بتتواجد في وسط الاعضاء هنا وناس بتتواجد في وسط الاعضاء هناك، كلنا بنمثل مجلس اداره، رئيس النادي موجود في قطر هناك في البطوله هو وكابتن طارق قنديل. يعني اللي انا يعني شايفه ان كلنا الحمد لله على قلب رجل واحد، كلنا متكاتفين، كلنا بنشتغل الحمد لله بآليه واحده. الف الف مبروك، ويا رب دايما النادي الاهلي في افراح يا رب. دايما البطولات في النادي الاهلي بتشكل عليكم اعباء كبيره وضغوط كبيره، لان النادي الاهلي دايما متعود على البطوله ودايما بيبقى عندي مسؤوليه ان انا احافظ على البطوله وعلى اسم النادي الاهلي. هو العبء دايما جماهيري اكتر، يعني انت عارف الجمهور النادي الاهلي يمكن النهارده بيحتفل بعد ربع ساعه يقول لك الدوري، بعد خمس دقايق بعد الربع ساعه يقول لك ايه افريقيا، فده طبيعي. فهو النادي الاهلي ضربته كده يد ضربه النجاح، وطول ما انت بتقدر تحصد الحقيقه بطوله مهمه جدا. وخد بالك بطوله السوبر الافريقي دي بطوله كانت بالنسبه لنا مهمه جدا. ليه مهمه؟ لانه ان شاء الله ان احنا المولى ربنا يوفقنا في بطوله افريقيا، وكده نرجع تاني نعادل الارقام بتاعه اعلى فريق على مستوى العالم يكون حقق بطولات، ودي بالنسبه لنا لقب مهم جدا حابين ان احنا نحافظ عليه. فكان يهمنا ان احنا الفارق ما بيننا وما بين ريال مدريد دلوقتي بطولتين، دي كده خدنا بطوله، وبالتالي يبقى احنا عيننا على البطوله الثانيه ونستعيد اللقب اللي احنا كنا واخدينه من فتره الحقيقه من عدد من السنوات، ونبتدي ان احنا نشتغل. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسم النادي الاهلي وكلنا بنشتغل على كده. حلو الطموح ده وانا بنافس ريال مدريد، يعني في ناس كتير ممكن تستصعب الامر، لكن انا بنافس ريال مدريد بس ده النادي الاهلي. ده الاستقرار، هو ده استقرار مؤسسة بحجم النادي الاهلي، استقرار مجالس ادارات، حب موجود على الترابيزة، منافسة طيبة، منافسة في حب المكان، كلنا بنشتغل لهدف واحد، مفيش حد بيشتغل لمصلحة شخصية، لاعبين، جهاز فني، جمهور الحقيقة واعي وبيقف في لحظات مهمة جدا بتبقى لحظات فارقة في ظهر النادي الاهلي. كل دي يعني الحقيقة عوامل نجاح حقيقة، والحمد لله رب العالمين، وتوفيق ربنا كمان ده الاهم، النيات الطيبة ربنا بيسر لها الخير وبيكرمها، والحمد لله نعمة من عند ربنا نيات الناس طيبة. عمرو بيب نشكر حضرتك مليون مبروك، ودايما في بطولات ودايما في انجازات للنادي الاهلي. ربنا يخليك، ودايما الاهلي فوق، ودايما الاهلي فوق. اشكرك ميرسي، الله يخليك، ميرسي لذوقك. دايما الاهلي فوق، اعتقد كلمة كبيرة من معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وفرحة كبيرة لكل من ينتمي للنادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمة كابتن أيمن ولضيوفك الكرام. وما زلنا مستمرين مع حضراتكم لرصد فرحة نجوم النادي الأهلي. هنطير لزميلنا كريم أحمد من ملعب المباراة ولقاءات ما بعد المباراة مع نجوم النادي الأهلي. تفضل يا كريم. بجد التحية من جديد يا كابتن أيمن شوقي، يمكن رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو علبة، ببارك لك يا دكتور أحمد، لكن عايز أتكلم بس الأول على مجدي، لأن الحقيقة من قلقانين شوية وجمهور النادي الأهلي قلقان، طمنا على مجدي. هو طبعا المنظر مقلق اللي إحنا عاملينه ده بصراحة، بس تلج مفيش حاجة الحمد لله، وبس كان حصل التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل، انما الحمد لله الاجزاء العظميه الحمد لله، يعني مبدئيا الحاجات دي كلها سليمه، الرباط الداخلي يعني ممكن يكون في جزع بسيط، هنطمن كده بالاشعاعات وان شاء الله نطمن باذن الله، انما مبدئيا ان شاء الله اصابه بسيطه مش كبيره ان شاء الله. محمد هاني برضو عايزين نطمن عليك. يعني محمد هاني اللي حاسس بالم شديد مفاجئ كده في العضله الاماميه، وبرضو ان شاء الله هنعمل له، عملنا له الاسعافات الاوليه دلوقتي، برضو ادينا له بعض الادويه اللي تقلل التورمات، ربطنا مكان الاصابه، حطينا تلج، الحاجات دي كلها بتقلل ان يحصل مشاكل بعد كده، وبرضه هنعمل له السونار اول ما نوصل للفندق ان شاء الله باذن الله. لما تقول اللعيبه الرجاله دي بقى على حصولهم على بطوله السوبر، مجهود كبير جدا يا دكتور احمد الحقيقه الفتره اللي فاتت. والله هو ده اللي انا كنت بقوله، ان كل المنظومه مجتهده وكل المنظومه بتعمل اللي عليها، من اول ال إدارة النادي لغاية الإدارة الفنية لغاية المديرين لغاية الأجهزة الطبية اللاعبين، كل الناس بتجتهد وكل الناس بتعمل اللي عليها، وديت النتيجة الطبيعية للاجتهاد ده. طبعا قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جدا دكتور، ألف مبروك. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن أيمن، صلاح محسن نجم النجوم، مبروك يا صلاح. هي كانت لازم تجيب هدف، ما ينفعش، احنا قلنا صلاح ينزل يجيب جون. حابب تقولي على الهدف وحابب تقولي على البطولة، وإحساسك يا صلاح بعد الفوز؟ أنت بتاكل زي إيه؟ ليه بقى؟ الحمد لله طبعا اداء رجولي من اللعيبه، والحمد لله احنا كنا ايد واحده في الماتش، والحمد لله قدرنا نحقق البطوله اللي غايبه على النادي الاهلي بقى لها 7 سنين. مش مهم مين اللي جاب الاجوان، المهم اللي احنا خدنا البطوله، وان شاء الله الفتره اللي جايه الفرق يدي اكتر واكتر ونزيد من البطولات ان شاء الله. يعني التلاحم الكبير ده بتفصله ازاي بالبطوله الافريقيه وبطوله السوبر وبنرجع لبطوله الدوري تاني؟ ده محتاج مجهود منكم كلاعيبه ومحتاج مجهود من الجهاز الفني، ازاي بتقدروا الفصل ده يا صلاح بالنسبه لكم؟ قلت انا عشان نسيت.
البطولات كبيره وكتيره وعندنا تلاحم كبير الفتره اللي فاتت. طلعنا من صن داونز اتجددنا الرغبه بشكل جديد وجددنا الدوحه بشكل جديد ودخلنا السوبر هنرجع للدوري. الضغط ده بيمثل لكم ايه ونقل الكلام ده لجمهور النادي الاهلي صلاح؟ طبعا احنا بناخد كل ماتش بماتش والحمد لله دي صفحه وقفلناها وحققنا بطوله غاليه بقى فتره غايبه. ان شاء الله نقدر بقى نرجع للدوري ان شاء الله ونركز فيه باذن الله ونقدر نركز بقى في بطوله افريقيا ان شاء الله ونقدر نحقق العشرة باذن الله للنادي الاهلي. شيريا تقول لصلاح انت فهمت حاجه؟ ببارك له طبعا على الهدف وان شاء الله كده ربنا يكرمه الفتره اللي جايه باذن الله. حبيبي مين وشمال شغالين؟ بسم الله ما شاء الله عليه. هتقر عليه ان شاء الله. ما انا لسه جاي واحده بالشمال. شيريا مبروك يا شيريا وكالعاده طبعا بتتالق وتوفيق ربنا بيبقى معاك في المباريات وده ما بيرجعش غير من الاجتهاد الكبير اللي انت بتجتهده الحقيقه في المباريات. حابب تقول ايه على بطوله السوبر وشايف اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي وبعد تتويج بطوله السوبر يا شيريا؟ الحمد لله طبعا على البطوله. بطوله مهمه لينا كلاعيبه. يمكن البطوله دي اخر النادي الاهلي يعني بقى له فتره ما خدهاش. كان مهم جدا ان احنا ناخد البطوله دي. احنا طبعا بنلعب على كل البطولات اللي بنلعب عليها. بنحمد ربنا وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى مزيد من البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب وجوده في لحظه بلحظه معاكم احساسه ايه؟ احنا بنقول او احنا شايفين ان بيدي رساله اطمئنان وبيدي رساله دعم وبتحس ان انت عايز تموت نفسك عشان النادي الاهلي وعشان الكابتن محمود الخطيب. طبعا وجود كابتن الخطيب معانا في البعثه بيبقى شيء ايجابي لينا. بيدينا دافع للمباراه بيتكلم معانا بيدعمنا. لا كابتن الخطيب طبعا وجوده معانا مهم جدا يعني. قول لي تقولي للجمهور النادي الاهلي اللي النهارده كان ليه تاثير وكان ليه دور كبير. حابب تقول لكل الجماهير من اول ثانيه بيهتفوا لاخر ثانيه هم دول جمهور النادي الاهلي. مش من اول ثانيه ده احنا واحنا بنسخن كمان جمهور النادي الاهلي بيهتف للعيب لعيب. جمهور نادي اهلي نادي كبير جمهور في كل مكان على المستوى العربي والافريقي. فبنحمد طبعا ربنا على المكسب وبنهديهم البطوله دي. مبروك يا شريف حبيبي. صلاح حبيبي مستمرين معاك يا كابتن ايمن. فرحه كبيره جدا الحقيقه وفرحه مهمه جدا ودور كبير الحقيقه بيقوم بيه الجهاز الفني مجلس الاداره لعيبه النادي الاهلي. لكن احنا هنحاول نتفقد كده شويه وناخد احد الجنود المعلومين وليس الجنود المجهولين كابتن ماهر عبد العزيز. قبل اي كلام بقى كابتن ماهر يعني واحد من رموز الاداره والحقيقه دور كبير هو كابتن وائل كابتن سمير عادل الحقيقه بيقوم دور كبير جدا. تكلم كابتن ماهر امتى الغدا يقول لك الساعه 2 الساعه 3 هم دول الجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي. لا لازم نديك حاجه كابتن ماهر الحقيقه طبعا دوركم كبير جدا. حابب تقول للعيبه الرجاله فوز مهم بطوله مهمه جايين من جنوب افريقيا راجعين تاني. حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله على الاداء الفوز. والله يعني الاداء هو اللي بيعبر عن نفسه يعني الحمد لله رب العالمين من اول الرحله والناس مصممه ان صن داونز ان نعدي الدور ونوصل للقبل النهائي والحمد لله انتهى الماتش من هنا واللعيبه جمعت بعضها وجمعت كل قواها وجمعت ما فيش اي حد خالص ما فيش تركيز في اي حاجه الا البطوله الثانيه اللي هي كاس السوبر الافريقي والحمد لله رب العالمين. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وطبعا بنهدي الفوز للجماهير الجميله اللي جات النهارده وبصراحه ما ونوش يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه وهم بيشجعوا النادي الاهلي وهم من جواهم حاسين النادي الاهلي هينصفهم ويجيب البطوله ويهدها لهم ونقول لهم الف شكر الف شكر ومبروك علينا جميعا ومبروك مجلس الاداره واللعيبه الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. لا كابتن ماهر وسع علينا كتير قوي يعني. شكرا كابتن ماهر جدا. مبروك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي. عم مكي بقى التاريخ هو عم حارس عبد مجيد كل الحقيقه. عم مكي مبارك لك. دوركم لا يقل عن اي لعيب ولا يقل عن اي اداري ولا يقل عن مجلس الاداره. بتعملوا دور كبير جدا بتبذلوا مجهود كبير. حابب تقول للعيبه الرجاله عم مكي على الفوز. اقول لهم الف مبروك واقول له الف مبروك مجلس الاداره وكابتن شناوي طبعا قائد الفرقه عشان واقف بس جنبه. لا والله هو قائد الفرقه طبعا هو اللي شارك النهارده والفرقه كلها كنا رجاله بصراحه. والف مبروك عقبال الثانيه ان شاء الله. وسرع عواد حبيبي سرع عواد حبيبي طبعا زميلي وحارس زمايلي وهادي كل العمال اللي موجوده معايا كلهم واحد واحد بس لنا فتره طويله كنت اقول لك مثلا واحد واحد والحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. جمهوري شفت الجمهور ازاي الفتره اللي فاتت؟ الجمهور طبعا صراحه هو الجمهور هو اللي نفعنا النهارده والحمد لله كلهم عند ربنا وعقبال افريقيا ان شاء الله بطوله افريقيا الجايه ان شاء الله. مبروك يا مبروك. نروح للمزيان. المزيان بدر بنوم بحييك يا بدر وببارك لك على ادائك المميز كالعاده. مستوى رائع ومميز وشخصيه النادي الاهلي على طول بقت هنا عند بدر مجرد وصوله للقاهره. مبروك سوبر جديد بطوله جديده بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي وعلى المستوى الشخصي بتدخل مع بدر بنون. حابب تقول ايه يا بدر بعد الفوز؟ اولا الحمد لله على التتويج وده ثاني لقب ليا ثاني لقب سوبر. كنت فزت باللقب الاول مع فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله اليوم كنا بنواجه فريق مغربي ده كان احساس بالنسبه لي احساس مختلف وفريق اللي كنت قضيت مع موسم اعاره.
وكل احترام، وبخصوص المقابلة كنا عارفين أنا راح تستنانا مقابلة صعبة أمام خصم اللي عنيد قوي. حاولنا نخش من أول الماتش وإحنا مركزين على عشان ما يجيش فينا جول، ونحاول نجيب جول بدري عشان نسهل الماتش علينا. الحمد لله فضلنا مركزين لغاية الشوط الثاني، وأول جول فتح لنا المقابلة، وكنا عاوزين نجيب جول ثاني علشان نلعب براحتنا. والحمد لله اليوم شفنا مجهود كبير من كل اللاعبين بدون استثناء، وحتى اللاعبين اللي ما كانتش موجودة في السكور كانوا بيدعمونا بقلبهم. وأود أن هذه من لقب ده ولكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. كل كان ليه دور، الجهاز الفني كان ليه دور، اللاعيبة كان ليهم دور، لكن جمهور النادي الأهلي كان دوره أكبر النهاردة يا بدر، رغم قلة العدد لكن هتفوا بشكل كبير وسندوا بشكل كبير. إحساسك وأنت بشوف جمهور النادي الأهلي رغم قلة العدد دي يا بدر؟ اولا دي حاجه حلوه بالنسبه للاعب، احنا بقالنا فتره كبيره ما لعبناش قدام جمهورنا من بعد كاس العالم اللي كان هنا في قطر. الحمد لله احنا اول ما بنخش الملعب ونلاقي جمهور الاهلي دي حاجه بتفرحنا وبتخلينا نأدي اكثر كويس علشان نرضيهم. الحمد لله اليوم ما خيبناهمش وهدينا لهم هذا اللقب، ونتمنى ان شاء الله اننا نهدي لهم كل الالقاب اللي بننافس عليها السنه دي ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. بنشكر كابتننا الكبار ابطال افريقيا، قدروا ان هم يحققوا السوبر الافريقي، منتظرين اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. لسه ما حققناش حاجه، خمس بطولات متواجدين معانا، لكن جمهور النادي الاهلي طماع وطمع مقبول جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر الشخصيه والاداء والاصرار الكبير اللي بيقدمه النادي الاهلي، وتفضل على طول النادي الاهلي هو مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. عوده لك من جديد والكابتن ايمن شوقي. كابتن علاء، يمكن زي ما قلنا بطوله غاليه، بطوله جديده، نفرح النهارده وهنخش على بطوله تانية بعد كده، انما النهارده خلينا نتكلم سريعا عن مباراه النهارده. شفنا مباراه متكافئه، ما شفناش فيها فروقات كبيره جدا بين الفرقتين. شفنا شوط اول لنهضه بركان لاعبا، شفنا شوط تاني للنادي الاهلي لاعبا ونتيجه تفوق فيه النادي الاهلي. اعتقد ان مستر موسيماني قدر يدير المباراه بكفاءه واقتدار. بص يا ايمن، المباريات بعد البطولات دي الكلام الفني ملوش لازمه. انت خلاص فزت بالبطوله وخلاص، انت هنا ما فيهاش فن كتير يعني. ايوه، هو يبقى الناس كلها مبسوطه، الناس كلها فرحانه، ويفرحوا النهارده وبكره كمان وبعده. ليه ما ياخدوش يومين يفرحوا؟ من حقهم، اللعيبه تعبت جدا. ما تنساش ان انت كنت في مباراه، كانت مباراه مصريه مع سان داونز، مباراه مش سهله والسفريه كانت طويله جدا، خلصتها الحمد لله ورجعت على بطوله، يعني مباراه ومباراه ببطوله. فالمجهود اللي حصل ده من حق اللعيبه تفرح النهارده، وجازم الفني ومجلس الاداره والجماهير كلها تفرح النهارده وبكره وبعده، لحد ان شاء الله ما يرجعوا بيستعدوا للمباراه القادمه ان شاء الله. لكن فنيا النهارده خلاص المباراه انتهت. انا شايف ان الاحق فاز، اللي قدر يغير طريقه لعبه فاز. اللي انا مصمم عليه لحد الان، دخول النادي الاهلي في مباراه الشوط الاول ما كانش اللي يليق بالمباراه، بالبطوله نفسها. دخول كان بطيء، دخول مش فريق عايز ينهي المباراه. لكن شفنا شكل تاني الشوط التاني، عشان هو ده شخصيه النادي الاهلي بقى خلاص. ده حسيت ان الشوط الاول كنت ممكن في اخر ثانيه كان يجي فيك هدف. اكيد مستر موسيماني اتكلم عن النقطه دي، ان احنا دخلنا في مباراه مش هو الدخول المنتظر لعيبه النادي الاهلي. كابتن ماهر قال النادي الاهلي لعب 7 دقائق، نهضه بركان بعد 7 دقائق دي بدات تلعب خلاص، لقت نفسها في الملعب. القلق اللي كان عندها عدى منها في الشوط الاول. الشوط الثاني لا، انت بدات ضاغط، بدات شخصيتك تبان في الشوط الثاني، قدرت تترجم ده بهدف جميل جدا محمد شريف، هدف حلو قوي قوي، اتكلم عليه زي ما انت عايز النهارده. تحرك واستلام وقرار ودقه وكل حاجه، هدف حلو قوي. كملت بعد كده، انا بقول لك ايمن في الاستوديو، بقول لك قلت لك الفرق زي نهضه بركان دي متوقفه على هدف، جبت هدف الامور كلها خلاص هتنتهي تماما. بعد الهدف هو خلاص ما عندوش حاجه يبكي عليها، وما عندوش حاجه ممكن تضايقك كنادي اهلي. انت خلاص تحوشت على الشوط الثاني، عمل كل التغييرات الهجوميه اللي يقدر عليها، لكن مش هو ده الفريق مع احترام الكامل ليه يعني، اللي هو ممكن يقلقك خالص. هو الشوط الاول وانت اللي سمحت بكده. انا دايما بقول كلمه هنا ايمن، الفرق الكبيره والفرق العظيمه زي النادي الاهلي هو اللي بيسمح دايما للمنافس ان هو يجاريه، او ممكن يقلقه، او ممكن يجيب في هدف. لكن هو النادي الاهلي لما بيلعب بشخصيه النادي الاهلي، لا، الامور بتختلف تماما. شو تاني، هو ده النادي الاهلي، و2-0 ومكسب ممتاز طبعا. الف مبروك. الله يبارك فيك. وما زالت الفرحه مستمره، وما زلنا مستمرين معاكم. معانا على التليفون الاستاذ خالد الدرندلي، عضو مجلس اداره وامين صندوق النادي الاهلي. الف مبروك يا استاذ خالد. اهلا كابتن ايمن، مساء الخير والف مبروك لينا.
وتحياتي لاحلى جروب يعني، يعني المجموعه دي نادرا ما تتلم كده حقيقه، احلى ناس في الدنيا. ربنا يخليك بروجوس خالد حبيبي. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. وصف لي احساسك بقى بعد الفوز بالسوبر النهارده. لا والله احساس جميل طبعا. عايز اقول لك يعني احنا قبل كده يعني من كذا سنه احنا برضو الحمد لله خدنا الخمس بطولات، فنعمل ان شاء الله يبقى البطوله الخامسه، يبقى الخمس بطولات بتوع السنه دي خدناهم، ودي حاجه انا بقول يعني حاجه والله تشرف مصر كلها، وده يدل على ان الحمد لله ان احنا ماشيين على خطى مستقيمه وخطى يعني منتظمه، واللي احنا كل اللي بنعمله في الطريق الصحيح، وده بيسعدنا وبيسعد جماهير مصر، بيسعد كل الاهلي في كل انحاء العالم. الحمد لله ان احنا يعني مجهود مجلس اداره واللعيبه، مش مجلس اداره بس، لعيبه وجمهور ومجلس اداره وجهاز فني وجمعيه عموميه، يعني الحقيقه المفروض ان احنا كلنا فرحانين النهارده، ويا رب دايما يديمها كده ان شاء الله. طموحات مجلس الاداره بقى الفتره الجايه يا استاذ خالد؟ طموحات مجلس الاداره ان احنا نجيب العشره بقى ان شاء الله، يعني يا رب باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يا رب ان شاء الله كده، وبرده نفس المجموعه نحتفل باذن الله رب العالمين. كابتن ماهر تحياتي ليك. كابتن ماهر تحياتي ليك يا استاذ خالد، اهلا بيك. اهلا بيك، الف مبروك. الف مبروك. حابب تقول بلال بشوف كتير. ايوه صح. حابب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي النهارده؟ لا طبعا دول يعني بص كانت لفته جميله جدا كمان ان هم بيحطوا الميداليات للكابتن محمود، يعني روح حلوه، وقد ايه الناس يعني مقدره المجهود العصبي اللي بيقوم بيه الكابتن الخطيب، يعني فكانت لفته جميله جدا، وان شاء الله يا رب تتكرر باذن الله في الماتشات الجايه عندنا بقى. يعني احنا بنقول احنا كتر خيرهم في تلاحم المباريات السريعه دي، وانهم من جنوب افريقيا للدوحه يعني، وبعد كده هنرجع عندنا السوبر المصري، بعد كده عندنا الترجي، يعني ثلاث ماتشات كثيره جدا، فكتر خيرهم يعني ان هم قادرين يصدوا بطولهم مع المباريات دي كلها. صحيح. الف مبروك يا جماعه، وان شاء الله دايما نحتفل مع بعض كده. مبروك يا خلود. حابب بقى اخيرا تقول ايه للاعيب رقم واحد جمهور النادي الاهلي العظيم؟ لا جمهور النادي الاهلي ده يعني اديك شايف حتى في الدوحه الجمهور كان عامل ازاي. صحيح. يعني الحقيقه وبعدين ايه انت بتلاحظ يا جماعه احنا بنروح في اي حته في افريقيا الجاليه المصريه بتشجع بنفس الاسلوب اللي بتشجع بيه في استاد القاهره هنا، فخلاص بقت حاجه جميله جدا ان انت بتشوف جمهورك بنفس الطريقه بنفس النظام بنفس الهتافات بنفس الاداء، يعني حاجه تفرح والله بجد. فيا ربي يعني دايما كده يكون نقدر نفرحهم وهم يبقوا دايما النادي الاهلي كده في العالي يا رب. يا رب ان شاء الله. والف الف مبروك يا استاذ خالد. شاكرين جدا. الف الف شكر. شكرا جزيلا استاذ خالد الرندلي امين صندوق النادي الاهلي. وزي ما احنا سمعناه يعني بالظبط احنا كلنا لما بنيجي نتفرج على النادي الاهلي حتى لو مسؤولين تحس ان احنا مشجعين للنادي الاهلي من جمهور النادي الاهلي اللي هم يعني مش عايز اقول لك بيتعبوا قد ايه لما الاهلي لا قدر الله يتعادل. يعني احنا طول عمرنا طول عمرنا معودين جمهورنا على شيء، وعشان كده جمهورنا ما عندوش سقف للطموح. جمهورنا ما عندوش سقف للطموح، وباكد عليها مره تانية، ولا لاعبتنا اي حد منتمي للنادي الاهلي ما عندوش سقف للطموح. احنا بنلعب على جميع البطولات، عينينا على جميع البطولات، مش ناخد بطوله وننام 10 سنين، ناخد بطوله وبعدين ننام وبعدين نقوم بعد 20 سنه، مش ده النادي الاهلي، ولا دي لعيبه النادي الاهلي، ولا ده جمهور النادي الاهلي، ولا يا كابتن عادل؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان النادي الاهلي غير. طبعا، بص يا كابتن يعني احيانا الناس بتطلع لازم يبقى في خصم ليك عشان يبقى في بطل. خلي بالك من النقطه دي. دايما بيعملوا كده. منافس. لازم يبقى في منافس علشان يبقى في بطل. حتى لو المنافس بعيد عنك، وانت عارف الموضوع ده بلال كويس. صحيح. انت مبسوط بيه قوي. فانا عايز اقول لك انه احنا بعيد عن الناس اللي هنا في مصر. خلينا معترفين بالامر ده. صح. احنا دايما بنفكر في بطوله افريقيا، وبنفكر في بطولات السوبر، وبتفكر في كاس العالم للانديه. بطوله الدوري احنا مش هنبقى مغرورين، احنا بطوله الدوري متمرسين فيها وشغالين عليها على طول دايما. وبنشتغل فيها، بس بطولة الدوري السنة دي
هتبقى عندنا مشكلة المباريات المؤجلة، ومشكلة تانية في الفار والحاجات دي. احنا انا من وجهة نظري احنا نبدأ نقفل ونشتغل على بطولة الدوري، وبعدين بلال قال نقفل بقى وخلي اللعيبة تفرح والحاجات دي. اللعيبة مش هتفرح، مش هتقدر، خلاص. بطولة اتحطت في المتحف دايما كنا بنعمل كده. لسه اتحطتش يا كابتن؟ لا اتحطت. لسه الكاس ما رجعش مصر. ايوه ايوه، لما يجي بكره ان شاء الله يتحط في المتحف. اول ما يرجع كده بالسلامه في الدولاب، تمام، ويتحط في الدولاب، يبقى احنا كده نقول ايه؟ خلاص حط على جنب. عارف خلينا ناخد البطولات بجد على طول؟ ايوه حاجه واحده يا كابتن مهم. ايوه ان انت طول الوقت ما بتفرحش قوي وما بتزعلش قوي. ايوه عندنا مشكله في مصر دايما. احنا الحمد لله كابتن عادل بنفرح اكتر ما نزعل، الحمد لله رب العالمين. بص يا كابتن، البطل مش في بطولته ان بيكسب بس، البطل ان يحصل له اي موقف يقوم منه بسرعه. وده القوه. لكن اللي انا عايز اقوله لك ايه، انت بتشتغل كويس وبتجتهد، وكل اطراف اللعبه عندنا في النادي كلها بتشتغل كويس. صحيح. بس هو في نقطه مهمه لازم نعملها الفتره اللي جايه، مش عارف اقولها بأنهي طريقة، يمكن الكابتن ناصر لما يجي ممكن اسأله فيها. امتى هنشترك في الفار؟ في باقة الفار اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. أيوه. امتى؟ انا مصمم عليها دي، لانه انا قعدت راجع في الدوري السنة دي لقيت انت ضاع منك 6 بونت في 3 تعادل او 2 تعادل بتيالي، اللي هو وادي دجلة وكده، من فار، وجون ما اتحسبش من فار. اي نعم مش وقت والكلام ده، لكن اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن انك انت بتتعب. صحيح. وبتجتهد ورايح جنوب افريقيا وسايب بيتك كلعيبه وكمسؤولين، وبعدين بتطلع على قطر علشان النادي الاهلي يلعب باسم مصر. ومش ذنبي، انا مش ذنبي ان انا بدافع عن اسم مصر. فين؟ بالعكس، ده انا برفع اسم مصر في جميع المحافل الدوليه. لكن اللي انا شايفه انه ده جاي عاوز يجي على حته المنافسات اللي هي المحليه، انا ما ببصش عليها، لان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وهنرجع بقى لبطوله الدوري المفضله لينا وهنشتغل عليها كويس. صحيح. ولكن في الاخر نتكلم بس في حته، بس في المباراه عجبتني النهارده. صلاح محسن. صحيح. وانا يمكن قلت لك يا كابتن قبل الشوط الاولاني، قلت لك صلاح محسن من اللعيبه الكبار اللي لو خد كتير هيبقى حاجة كبيرة قوي. صلاح محسن لعيب كويس، والنهارده جون محمد شريف فكرني بعماد متعب في ماتشات الزمالك دايما. ده جاب جول تقريبا شبيه هو بالظبط. اللي هو بتاع اللي لف برضه عماد متعب، لف وحطها بشماله في نفس المكان وبنفس الحاسة دي. وبقول انه عندنا بدأ يبقى عندنا فراودة بتجيب جوان كويس، هي محتاجين بس حتة. المكسب مش هيخلينا عندنا شوية أخطاء، عندنا الحتة للأطراف لازم نشتغل افضل شوي. افضل من كده كتير قوي باذن الله. عندنا حسين لازم يشتغل اعلى من كده شويه، عندنا طاهر لازم يهدى اكتر من كده، طاهر لعيب كبير ولازم يثق في امكانياته لانه من افضل اللاعبين، من افضل الصفقات اللي جت النادي الاهلي. صحيح. ولكن في الاخر ما رغم مكسبنا بنفكر برضو في سلبياتنا، عشان اكيد المدرب هيشتغل عليها، موسيماني هيشتغل عليها، مستر موسيماني هيشتغل عليها كويس، علشان انت داخل على مطحنه مباريات. صحيح. هتلعب كل 3 ايام مباراه، عندك مباراه مؤجله، واديك شفت الفرق كلها يعني. نهضه بركان عاوز اقول لك ان هي من اقل الفرق في الدوري المغربي السنه دي، عملت ماتش كويس الشوط الاولاني، ولكن انت قدرت الشوط الثاني ان انت تتغلب عليها. الشوط الاولاني نهضة بركان عامل ماتش كويس. صحيح. طيب خلينا نكمل برضو الاحتفالية ونطير مرة تانية للضحى وزميلنا المجتهد جدا اللي عامل شغل كبير قوي 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 من جنوب افريقيا لحد الضحى، كريم احمد، ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. بجد التحيه من جديد ليك يا كابتن ايمن شوقي. طبعا فوز مهم جدا السوبر الافريقي رقم 7 في دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن سيد الحقيقه ببارك لك. لعيبه رجاله كالعاده، تلاحم كبير، ضغط كبير، بنطلع من بطوله ندخل في بطوله، حابب تقول لعيبه النادي الاهلي وعلى السوبر الافريقي في دولاب بطولات النادي الاهلي؟ اقول لهم الحمد لله طبعا على كل شيء. في الاول نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كريم جدا معانا، و
ادانا في مباراتين صعبين جدا، مباراه سان داونز والصعود لدور الاربعه، والنهارده في السوبر الافريقي البطوله اللي كانت زي ما انا قلت بعد المباراه على طول غايبه بقى لها 7 سنين تحديدا من فبراير 2014 لحد دلوقتي. بطوله مهمه جدا جدا، بطوله قاريه مش بطوله عاديه يعني. الحمد لله على كل شيء زي ما انا بقول دايما يعني، المكسب حلو وجميل وفرحته جميله جدا جدا جدا، خلينا نفرح ونبسط وكل شيء. لكن قبل ما نخرج من الملعب الجمهور بيقول الدوري اهلي، قبل ما نخرج من الملعب يعني، فهي دي المسؤوليه بتاعت الاهلي يعني. ان شاء الرحمن نبقى قدها باذن الله، ونرجع ان شاء الرحمن نعيد حساباتنا بشكل كويس على المستوى المحلي ان شاء الرحمن. جمهور النادي الاهلي الحقيقه رغم قله العدد يا كابتن سيد، لكن يعني كان ليهم دور كبير الحقيقه، الدور الاداري موجود والدور الفني موجود، لكن حابب تقول للجمهور حاجه تفرح وحاجه جميله وحاجه ممتازه يعني، ويا رب ان شاء الرحمن باذن الله تكمل على خير دايما يا رب باذن الله تعالى. قول لكل اللعيبه يا كابتن سيد، اقول لهم شكرا وان شاء الرحمن اللي جايب افضل باذن الله تعالى. شكرا، سلام. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، اكيد يعني طبعا فرحه مهمه وفرحه كبيره جدا، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. كابتن بلال، يمكن شفنا الشوط الثاني اداء مغاير تماما للشوط الاول، ده بالنسبه للنادي الاهلي، وشفنا ان مستر موسيماني قدر يستغل حته المجهود البدني اللي قل في الشوط الثاني لنهضه بركان، وقدر يضغط عليهم، وفعلا عن طريق الضغط دوت وعن طريق التغييرات اللي هو عملها الشوط الثاني قدر يحسم المباراه. الراجل طبعا يعني احنا اتكلمنا حتى يعني ما بين الشوطين، واتكلمنا قبل المباراه ان العامل السن هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي النهارده، هيفرق بالايجاب طبعا يعني. هناك انت بنتكلم يعني فرقه نهضه بركان فوق ال 31 سنه، فانت النهارده برضو المجهود هيبقى وضع طبيعي انك هتيجي وقت عليك مش هتقدر تكمل، لان انت ما بتتكلمش في لعيبه واثنين، انت بتتكلم ست سبع لعيبه. صح، ست سبع لعيبه ده من 10 او 11 لعيب، ده رقم كبير جدا جدا في الملعب. فالنهارده قدر فعلا النادي الاهلي يمكن الشوط الثاني يستغل يعني حته المجهود، واحنا يمكن شفنا كمان محسن يجور، وشفنا بكر الهلالي، وشفنا الناجي، شفنا اللعيبه المجهود البدني الضغط اللي كانوا بيعملوه الشوط الاول ما كانش موجود الشوط الثاني. لعيبه النادي الاهلي عندها يعني خفيفه، عندها سرعه، عندنا فكر، قدرنا ننفذه الشوط الثاني. برضو التغييرات اللي عملها مستر موسيماني، نزول صلاح محسن، وده اللي اتكلمنا فيه، انت في لعيب ممكن يكون لعيب امكانياته جيده بس ممكن ما تدفعش بيه، تنزله الشوط الثاني، وده اللي اتكلمنا فيه. ده ثالث يعني ماتش صلاح ينزل يجيب الثالث جول على التوالي. المباراه اللي فاتت نزل، يمكن انا قلت لك صلاح في افضل حالاته تقدر تستخدمه لما تلعب على الهجمه المرتده السريعه. صح، وده اللي حصل الشوط الثاني يعني، اكتر من كور، اكتر من هجمه، مش بس الجول اللي يعني اللي سجله، لا انا بتكلم اكتر من هجمه الشوط الثاني، قدر انه يعمل خطوره للنادي، لان خلاص نزلت على فرقه لياقيا واقعه، فرق السرعات لصالح صلاح بيلعب بشكل جيد جدا، قدرت اللعيب ان هي توصله. صح، وجوده كمان في حته الليفت مع علي معلول كان مهم جدا بالنسبه له. يعني علي برده من اللعيبه اللي بتعرف تقف على الكوره، لعيب عنده امكانيات وقدرات عاليه، عنده رؤيه في الملعب، بيعرف في لاعب اللعيب اللي بيلعب جنبه على الخط. صح، فدي حاجه برده مهمه جدا، وساعدت صلاح النهارده. صح، في ظهوره بالشكل الجيد ده، وهادي جدا في الانفراد بالمرمى لما بيجي يتصرف كويس. بيفكر كويس، تصرف كويس يعني، برده في الزمالك فكر كويس قوي. صحيح، النهارده برده فكر كويس قوي وهادي كويس بشكل جيد، وحط الكوره بشكل رائع جدا جدا جدا. مظبوط، استغلال، هي دي استغلال الفرص، لما يجي لك فرصه ممكن خد بالك دي تكون يعني هي اللي قتلت الماتش او اللي قضت على الاحلام والامال فريق نهضه بركان، انت بتسجل الهدف الثاني خلاص الماتش بالنسبه لك مقتول. فالنهارده صلاح ادى جيد، موسيماني في تغييراته كانت تغييرات موفقه. مزبوط، جدا 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 جدا. النهارده التغييرتين اللي عملهم، تغيير ايمن اشرف والتغيير بتاعت ياسر برضو، تغييرتين يعني كنت انا شايف برضو دخول ايمن اشرف النهارده كان اجريسيف، كانت تحس ان هو متوتر النهارده شويه، عصبي شويه زياده عن اللازم في كوره برضو النهارده اللي هي اشترك فيها مع لاعب نهضه بركان وضرب الكوره يعني. دي حاجات بتدل ان اللعيب عصبي شويه يعني، ممكن يخرج اي وقت، ممكن يسبب لك مشكله، ممكن يطرد في اي وقت، ممكن واحده غير دي يطرد فيها. مستر موسيماني فكر كويس ان هو غيره من بدري. طبعا لان المباراه لا تحتمل. ايوه مظبوط، يعني الماتش لا يحتمل انك تلعب لعيب ناقص النهارده، مع فرقه في الشوط الاول اظهرت نديه كبيره جدا مع النادي الاهلي، فالنهارده ما ينفعش المباراه تروح لان انت تلعب 10 لعيبه قصاد 11 لعيب، هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. لكن احنا الشوط الثاني افضل بكتير جدا، الاداء متميز جدا، لما مسكنا كوره وابتدينا نلعب كره النادي الاهلي ونفرض السيطره ونفرض شخصيه النادي الاهلي كان ده الوضع 2-0 نتيجه
يعني للشوط الثاني نتيجه جيده جدا بالنسبه لنا، اداء رائع جدا، توفيق برضه لصالح النادي الاهلي، يمكن تتكلموا على التوفيق واسباب التوفيق، التوفيق ما بيجيش برضه من فراغ، صحيح. اداره جيده، لعيبه بتادي بشكل كويس، تدريبات الاهلي برضه اجهد جدا جدا الفتره اللي فاتت، يمكن ابتدينا نحس بالراحه شويه مع فروق الماتشات، لكن هنرجع برضه للدوري العام مره ثانيه وهنبتدي برضه كل ثلاث ايام مباراه والامور هتتصعب علينا، ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنقول ان حامل اللقب هو اللي الناس بتفتكره، ادائك سيء، ادائك جيد، ده في النهايه مين بطل السوبر افريقي؟ صحيح. التاريخ بيفتكر النادي الاهلي النهارده 7 سوبر افريقي. صحيح. فالنهارده الاهلي توج بالسوبر الافريقي، ومبروك طبعا للنادي الاهلي. وعايز اقول يمكن استكمالا لكلام كابتن عادل، احنا انت الميزه اللي عندك انك ما بتفكرش في المنافس، لان انت ما عندكش منافس، انت المنافس بالنسبه لك ارقامك. صحيح. الارقام بتاعه النادي الاهلي وتحطيم ارقام النادي الاهلي، هي دي المنافس الحقيقي من وجهه نظر للنادي الاهلي. ايوه دي ومن وجهه نظرنا كلنا. بالظبط، يعني انا النهارده بفكر المنافس بتاعي انا بيني وبينه 40 بطوله 30 بطوله في الدوري العام و20 في كاس مصر وخمسه في افريقيا واربعه ما اعرفش في السوبر. أيوة. يعني بعيد عني، انا المنافس بتاعي الحقيقي هو الرقم بتاعي. أيوة. اللي بدور دايما ان انا اكسره، يعني في التنس فيدرر ونادال بيدوروا ان هم كل مره يكسروا الارقام بتاعتهم، عايز يحطم الرقم يعني. الرقم بتاعه وعاوز يوصل لرقم كبير، هو ده النادي الاهلي. احنا بنقول بنفكر النهارده ان احنا نلحق ريال مدريد، يعني بص التفكير على التفكير العالمي طبعا. أيوة. نتكلم في افريقيا طبعًا. انت مالكش منافس في افريقيا. أيوة. تمام، فانت المنافس بتاعك ان احنا كل شويه بنفكر دي البطوله كام، دي البطوله 7 للنادي الاهلي في السوبر. مزبوط. البطوله الجايه الكام، 10 بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله ربنا في بطوله افريقيا. النهارده الدوري العام لو كسبته هتبقى البطوله 43 بالنسبه لك، فانت بتفكر انك تحطم الارقام القياسيه، مش انك تكسب منافس، لان انت لو قعدت 20 سنه يا كابتن او 30 سنه انت هتبقى برضه من غير بطولات خالص، هتبقى انت بطل الدوري العام بالنسبه لمصر. صحيح. لو قعدت 10 15 سنه هتبقى بطل الكاس بالنسبه لمصر، لو 5 سنين ما بتاخدش افريقيا فانت بطل افريقيا بالنسبه لبطولات افريقيا، البطوله بتاع حامل ابطال الدوري. مظبوط. فعايز اقول لك ان انت بتسعى دايما انك تكون منفرد، انك تكون الاول، انك تكون الرائد، انك تحطم ارقامك انت القياسيه. مزبوط. طبعا في النهايه بقول مبروك للنادي الاهلي طبعا وبطوله احتسبت للنادي الاهلي، وان شاء الله ندخل بقى في بطوله الدوري العام، وعندنا بطوله افريقيا برضو الامور صعبه جدا، عندنا كاس مصر، عندنا ام بي البطوله الجايه، الامور صعبه جدا لعيبه النادي الاهلي. صحيح. انت بتخش من بطوله في بطوله وكل مره الجمهور لا يسمح. أيوه. ان انت تخرج من البطوله. صح. يعني مش هقول لك لا ده احنا خدنا السوبر فالكاس مش مهم. مفيش حاجه اسمها مش مهم لجمهور النادي الاهلي. مزبوط. جمهور النادي الاهلي كل ماتش مهم، مش كل بطوله. صحيح. كل ماتش مهم، انت ساعات بتبقى كسبان وادائك مش على المستوى العالي والجمهور بيبقى زعلان، عايزك انك تكسب وعايزك تادي. وده خد بالك، وده احنا اللي صدرناه لجمهور النادي الاهلي، احنا كلاعيبه او لعيبه النادي الاهلي مش هيسمحوا بغير كده. نعم يا كابتن، مش هيسمحوا بغير طبعا. يعني تعودتهم على كده، التاريخ بالظبط التاريخ بيقول يعني كده. يعني انت كنت عودتهم ان هم ما بيلعبوش على حاجه. لا 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 فاهم، لا مش غير مش غيرنا يا كابتن، يا كابتن عادي غيرنا بيكسب ماتش تمام بيطلع بيه السما. صحيح. احنا بنكسب بطوله بنقول اقفل الباب وعندنا بطوله ثانيه. لما بيكسب ماتش يا كابتن ويقعد يعني لثالث يوم بيفضل سهران ويطبل خلي بالك منهم، ناس كتير قوي يقول لك هو انتوا ما بتشبعوش بطولات؟ لا ما بنشبعش. صح، ما بنشبعش بطولات. صحيح. طول ما احنا بنلعب على البطوله طول ما احنا مش هنشبع من البطولات. مزبوط. طول ما احنا بننافس عليها عايزين ناخدها. يعني انت خلي بالك ده فكر غير الفكر. اه طبعا مختلف تمام. طبعا في فرق بان انا داخل العب ماتش لعبت حلو وكسبت الحمد لله افضل. أيوه. مبسوط وفرحان، وفي فرق بان انا ما يفرقش معايا يعني ان انا اكسب ماتش 2 و3 قد ما يفرق معايا ان انا اخد بطوله وبدور على اللي بعديها. صحيح. يعني كابتن عادل قال من شويه هنقفل دي ونخش على الكاس وبعد كده نخش على الدوري، يعني 3-4 بطولات بتلعبهم في توقيت واحد، بطوله افريقيا، السوبر الافريقي، كاس مصر، بطوله الدوري العام، كله ورا بعض. مفيش حد ممكن يفكر بفكر ان انت خدت بطوله فهتستنى فالثانيه مش مهمه بالنسبه لك، كل البطولات مهمه بالنسبه للجمهور والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. صحيح. وما زلنا مستمرين معكم اعزائي المشاهدين مع فرحه السوبر، هنروح لأهلي جزيرة وزميلتنا مريم سميح ورصد الفرحة لأعضاء النادي الأهلي. اتفضل يا مشتاقين. والله مشتاقين العودة مرة أخرى ليك يا كابتن أيمن، مبروك ليك، مبارك لنفسي ومبارك لكل جماهير النادي الأهلي.
عودة مرة أخرى بعد 7 سنوات غياب. السوبر الأفريقي غايب عن خزائن النادي الأهلي، عودة مرة أخرى. الحمد لله لعيبة النادي الأهلي بيتسو موسيماني وجماهير النادي الأهلي كمان كانوا واثقين جدا في رجالتهم، كله بيتكلم النهارده على قد إيه كان أداء بطولي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كان كل الناس موجودة عشان تساند اللعيبة والأبطال اللي الحمد لله لم يخذلوهم أبدا في عودة البطولة مرة أخرى. خلينا يا كابتن ناخد بعض ردود الأفعال النهارده من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. ألف مبروك ليكي، وتقولي إيه النهارده؟ عايزة أقول ألف مبروك للنادي الأهلي. الأهلي دايما بيفرحنا، الأهلي دايما بيشرفنا، وموسيماني شكرا 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 موسيماني. ألف مبروك للنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وده تعب مجلس الإدارة. احنا بنرد في الملعب، ما بنردش في اي مكان تاني، واصغر طفل اهلاوي الحمد لله. قول مبروك الاهلي. مبروك للاهلي. مبروك للخطيب. مبروك للخطيب. علي صوت، قول التالتة شمال. التالتة شمال. انت في نادي ايه؟ في نادي القرن. نادي القرن، نادي القرن الافريقي. ايه النهارده يا اللعيبة؟ انا الاول عايز اشكر الكابتن محمود الخطيب واللعيبة، وربنا دايما بيكرمنا عشان احنا بنلعب بشرف ونستاهل كل حاجه بناخدها، وبنكسب بره وجوه عادي من غير حكام ولا اي حاجه. وعايزين ندعي المؤمن زكريا برضو ان ربنا يشفيه. رجاله الاهلي النهارده شايفهم كانوا قد المسؤوليه، كل الناس كانت خايفه النهارده، خاصه انه جيل جديد ياتي بالبطوله اللي هي غايبه بقى لها 7 سنين. تقول لهم ايه؟ طبعا رجاله الاهلي دي هي معروفه، هي احنا بنشوفها في البطولات، احنا بنشوفها في النهائيات، بنشوفها في الماتشات الكبيره، فبنلاقيها. فالحمد لله بطوله كنا مفتقدينها من 7 سنين، والناس اللعيبه تستحقها كلها. شكرا موسيماني، شكرا كابتن الخطيب، شكرا مجلس الاداره، شكرا جمهور الاهلي. شايف مين رجل المباراه النهارده من وجهه نظرك؟ رجل المباراه اللاعيبه كلها، ال 11 لاعب، كل اللي لعب في الماتش وكل اللي كان على الدكه. واحب اشكر الكابتن محمود الخطيب والكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه، واحب اشكر كل الجماهير ديت. واحنا ما بنرضاش يعني حتى لو تعادلنا في ماتش، احنا بالنسبه لنا خساره. احنا اللي عودنا النادي الاهلي عليه كان كبير دوت، ان احنا لازم نكسب كل الماتشات. الماتش بالنسبه لنا بطوله، خسرنا ماتش او تعادلنا ماتش دي احنا كده خسرنا بطوله. اداء اللعيبه النهارده تقول عنه ايه؟ الحمد لله المكسب، والاهلي جامد، والاهلي حلو، والاهلي في كل حته يشرف الاهلي. الاهلي بيشرف في كل مكان، وكل بطوله ان شاء الله بتاعت الاهلي، والدوري والكاس وكاس مصر باذن الله للاهلي، باذن الله باذن الله. بطوله، كل بطوله للاهلي، لان احنا بناخدها بعرق، بناخدها بمجهود، مش بناخدها بحاجه ثانيه. الفتره اللي فاتت كل الناس كانت بتقول عن بيتسو موسيماني ان هو قد المباريات الكبيره، تقول له ايه النهارده؟ والحمد لله قدر يفوز بكل الماتشات وبيقدم، وجاب بطوله مهمه غايبه من 7 سنين، والحمد لله. أول مبروك لجماهير النادي الأهلي وجمهور مصر كله، ولا بركان ولا زلزال، الأهلي فريق يهد جبال. مبروك للنادي الأهلي. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي النهارده البطولة. الأهلي النهارده الشوط الأول بصراحة ما حضرش، لكن الشوط الثاني حسينا بقيمة الأهلي وقدرة الأهلي، واللعيبة حست إن ورمينا 70 مليون مصري بيتفرجوا عليهم. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. أنا سبب اتحاد الكرة المصري يهنئ النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي. يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوزه اليوم ببطولة السوبر الإفريقي للمرة 7 في تاريخه. كما يثمن الاتحاد المصري على الأداء الرائع الذي قدمه الفريق، مما يجعل فوزه على فريق نهضة بركان المغربي مستحقا وعن جدارة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية التي تساهم في إعلاء شأن الكرة المصرية على كل المستويات. كابتن ماهر، النهاردة الإيجابيات كتير بجانب الفوز، لما الحمد لله نتمنى أن الإصابات اللي حصلت النهاردة تكون إصابات بسيطة. الحمد لله ما فيش طرد النهاردة، الحمد لله رب العالمين. المكسب نفسه حلو، وكمان شفنا عودة علي معلول وحمدي فتحي، ودول من أهم مكاسب ماتش النهاردة بعد الفوز. زي ما قلت كده ايمن، فعلا اجابات النهارده كتيره جدا، ومن بدايتها التغيير اللي حصل من بدايه الشوط الثاني.
هو ده الستارت الحقيقي او المخرج اللي وصلنا للاداء الجيد اللي اديناه في الشوط الثاني والنتيجه الايجابيه اللي احنا حققناها بالهدفين اللي احنا سجلناهم. عايز اقول لك ان خبره لعيبه النادي الاهلي وخصوصا الشوط الثاني هي اللي حطت ايديها وسيطرت بشكل كبير جدا على محتويات المباراه او ال 45 دقيقه الشوط الثاني. عايز اقول لك ان نزول معلول ويمكن معلول كان بعيد عن الملعب يمكن اكتر من 100 يوم لكن ما حسيناش ان معلول بعد ودي ثقه بقى اللعيب الخبره اللعيب الدولي اللي هو مؤثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. معلول بيعتبر من ضمن المفاتيح اللي بتبدا من تحت تبدا تحرك لك نص الملعب تبدا تحرك لك المهاجمين اختراقاته كروساته بدايه الهجمه بالنسبه له. النهارده معلول يعني بنطمن عليه بشكل كبير جدا وعوده حميده. رامي كمان لما نزل حسينا برامي كمل مشوار ياسر في حته غلق قلبي الدفاع مع بنون شكله ثنائي جيد بشكل كبير. وبعدين طبعا الدفع بصلاح محسن دم جديد ويمكن كلنا راهنا على صلاح في الاستوديو التحليلي وفعلا يعني هو كسب الرهان وقدر ان هو يسجل هدف من ضمن الاهداف الجميله اللي كانت في المباراه. حمدي فتحي والقوه الضاربه اللي في نص الملعب طمنا على حمدي فتحي من خلال شوط كامل بالنسبه له وده برضك من ضمن الاجابات اللي تتحسب ل مستر موسيماني واللاعبين وجهاز الفني. احنا كنا نتمنى نشوف وليد سليمان النهارده يعني كان من ضمن التغييرات اللي كنا نتمنى ان وليد يشارك بشكل كبير لان وليد برضك من ضمن اللعيبه الخبرات اللي احنا بتفرق معانا بشكل كبير جدا خصوصا لما بقى ورقه بتتغير في الشوط الثاني بيقدر يغير من شكل واداء النادي الاهلي بشكل كبير. فدي من ضمن الاجابات يا ايمن النهارده قدر النادي الاهلي يطلع بيها بشكل كبير مع البطولات اللي احنا ذكرناها طبعا اذا كانت بطولات افريقيه او محليه او عالميه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله عوده محمد هاني من الاصابه الخط اللي هو حس بيها نتمنى ان شاء الله ما تكونش اصابه قويه مع قفشه باذن الله اللي بطولة الدوري اللي احنا بنسعى عليها بشكل كبير ان شاء الله يا كابتن. وما زالت الفرحة مستمرة. معانا على التليفون دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا كابتن أيمن. ألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك وتحياتي لكل كباتن النادي الأهلي والمحترمين اللي مع حضرتك النهارده. وشهم حلو علينا كالعادة يعني. الله يخليك. مبروك يا دكتور محمد. ازيك يا دكتور؟ حبيبي 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 يا كابتن. ربنا يكرمك يا زيكو. كابتن عادل وكابتن لا. أهلا بيك. وصف لي بقى احساسك بالفرحه النهارده وهل كان عندك الثقه فعلا ان لعيبه النادي الاهلي يبقوا رجاله ويجيبوا البطوله النهارده؟ لا الحمد لله والله احنا يعني انا بس في البدايه طبعا قبل اي حاجه ان انا يعني عندي والدي طبعا كابتن سامي مقام راجل محترم وراجل يعني دايما بيعمل اجتهاد وفي المنظومه الفنيه وفي الجهاز الفني النادي الاهلي فتعزيه طبعا فيه طبعا بقاء لله والله يرحمه يا رب في البدايه قبل اي حاجه وطبعا الحمد لله يعني الجيل الحالي ده والله لا عندنا ثقه فيه وعندنا ثقه كبيره فيه كمان يعني الجيل ده بشوفه عندهم كتير ان هم يقدموا لي ودايما بيلعبوا بروح النادي الاهلي واصرار النادي الاهلي. الجيل برضو لازم نبقى مخلين بالنا ان هو بيفتقد لاهم عنصر في منظومه النادي الاهلي والعنصر الجماهير يعني العنصر ده دايما يعني حضراتكم كلكم عشتوا فيه وياما يعني فاهمتوا بطولات مع النادي الاهلي جماهير دايما بيبقى ليها عامل قوي في المدرجات يعني في الملاعب وبرده الاجيال اللي بعديكوا واللي بعديكوا والاجيال الكتير اللي نجحت مع النادي. فالجيل الحالي ده في الصعوبات دي وفي قوه النادي الاهلي غياب الجمهور على المدرجات قدر برده ان هو يحصد بطولات ويعمل ارقام كبيره فلا دايما ببقى مصطفى عليهم في النقطه دي. يبقى عندنا ثقه فيهم الحمد لله ان هم حققوا النتيجه باذن الله الجاي ان شاء الله كمان. تقول ايه للكابتن محمود الخطيب والمستر موسيماني اللي كان عليه هجوم كبير جدا الفتره اللي فاتت؟
لا طبعا بصراحه كابتن محمود يعني طبعا حياته تبقى مجروحه. يعني هو راجل بصراحه يعني منتهى الاخلاص ومنتهى الجديه في كل تفصيله يعني النادي الاهلي، مش بس مع فريق الكوره. يعني بصراحه ما بيشغلش ابدا مجهوده سواء مع فريق الكوره او مع كل قطاعات النادي المختلفه على المستوى الرياضي وعلى المستوى الخدمي في النادي. يعني ما فيش كده يعني، فالحمد لله دايما ربنا بيوفق اللي بيجتهد واللي بيخلص. والحمد لله المنظومه دي كلها يعني الزمايل كلهم في مجلس الاداره وكلنا الحمد لله بنشتغل على الوتيره دي. فهو يعني الحمد لله يستحق يعني التتويج ده في النهايه. واللقطه الجميله اللي احنا شفناها من لعيبه النادي الاهلي النهارده لقطه يعني لم تحدث من قبل، حاجه رائعه ما شفتهاش غير في النادي الاهلي مع اسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب. فراجل اجتهد وتعب واستعمل حاجات كتير جدا وربنا بيكافئه وبيكافئنا معاه الحمد لله. ويعني موسيماني بصراحه ما بقولش كده برضه الكلام ده في الراجل، بس احنا من اول يوم كنا عندنا ثقه في الراجل ده في اختياره، وهو يعني وحركه تهدين النقطه دي اكتر من اي حد كنقطه فنيه. راجل ما خدش فتره اعداد حتى لما جه، صحيح حتى الان ما تعملوش فتره اعداد، يعني ما خدش اللعيبه وعمل معسكر وكيف وقت صعب جدا. ورغم كده الحمد لله بالارقام وبالبطولات الراجل ماشي بشكل ممتاز حتى الان، بيعرف يطلع بالنتيجه اللي هو عايزها في كل ماتش. فلا انا شايف ان هو ناجح جدا مع النادي الاهلي في المسيره الحاليه اللي هو فيها، ومتفائل بخير ان شاء الله للمستقبل كمان. حابب اخيرا بقى تقول ايه لجمهور الاهلي العظيم؟ طبعا جمهور النادي الاهلي دايما هو زي ما قلت من شويه، هو دايما السند ودايما الركن الاقوى والاساسي في المنظومه. وحتى لو هم غابوا عن المدرجات فهم بيبقى وجودهم في ظهر اللعيبه في كل حته وتاثيرهم بيبقى موجود علينا وعلى اللاعبين. فهم دول الروح اللي للنادي الاهلي. بنحب ان انا ابارك لهم طبعا، اقول لهم الف مبروك وتنتموا لاكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا. بالتالي الحمد لله تستاهلوا الفرحه دي، تستاهلوا تحتفلوا النهارده بالتتويج ده، وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور والف مبروك، ودايما كده سعداء مع بعض ببطولات النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. هنروح بقى سريعا مره ثانيه نرصد اجواء الفرحه مع زميلتنا هنا ابو القاسم من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. اتفضلي يا هنا. برحب بك يا كابتن ايمن من جديد، برحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. الف مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي بطل السوبر الافريقي وحقق رباعيه هذا الموسم. معايا دلوقتي طبعا بعض اعضاء النادي الاهلي، عايزين نعرف ايه راي حضرتك في اداء الفريق في المباراه اليوم. الحمد لله طبعا الاول ببارك لاداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الرجاله ومجلس والجهاز الفني للنادي الاهلي. النهارده كان الاداء الحمد لله الشوط الثاني كان اداء محترم جدا، المس باص قل كتير وقدرنا نعمل فرص كتير على المرمى والحمد لله سجلنا هدفين واضفنا بطوله افريقيه كانتش ترفع تطلع السنه دي او اي سنه جايه ان شاء الله ناخدها برضو. والحمد لله يعني دايما الاهلي مفرحنا ودايما بطولات كتير للنادي الاهلي ان شاء الله وكل البطولات باذن الله. لو قلت لحضرتك توجه رساله للاعبين النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انتم ممتازين ورجاله ووصلتوا للمستوى العالمي في الاداء، حتى لو في كبوه كده في الشوط الاولاني، لكن هم بيستردوا عافيتهم تاني وبيلعبوا على مستوى عالي جدا. انا بقول ان الاهلي نادي القرن ونادي القرن نادي القرن. حضرتك طبعا اكيد شفت نهائي سوبر افريقي بين الاهلي ونهضه بركان، عايزين نعرف ايه راي حضرتك في اداء فريقنا النهارده بعد طبعا الفوز بالمباراه. طبعا الاداء في الشوط الاولاني كان يعني متواضع شويه، ولكن الشوط الثاني لحقنا ان احنا نعمل ريكتيفيشن وان احنا ندخل في اجواء الماتش ثاني بشخصيه طبعا الاهلي وشخصيه البطل اللي معروفه من سنين، وقدرنا ان احنا نكسب الماتش والحمد لله. الف مبروك. طبعا كان في تالق كبير من لاعبينا في المباراه، لو قلت لك تدي لحد مان اوف ذا ماتش تحب تديه لمين؟ شناوي بلا منازع زي كل مره، هو دايما احنا بنعتمد عليه وهو بيشرفنا وبيبقى قدها. فعلا شناوي ربنا يخليه لينا وفعلا السد العالي. بشكرك جدا. دي كانت لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد، تعود الكلمه لحضرتك مره اخرى يا كابتن ايمن تفضل. طبعا في ظل الاحترازات الموجوده وهذا طبعا بيبو اللي يقلد بالميداليات، الله يعينه الان.
كم كيلو من الذهب يقلد وهو يساوي كل هذا الذهب. نعم 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 الخطيب يساوي كل الذهب ويستحق هذا الذهب، وكان الله في عونه يا خطيب لتحمل كل هذا. والله هذا اللي يقول لك يتائل بالذهب هو محمود الخطيب، هو محمود الخطيب. تدمع عيناه تدمع عيناه ويتوج هنا لدينا بكل هذا الذهب يا خطيب. والله تستحق كل ذلك، تستحق كل ذلك، وبادرة من كل لاعبي النادي الأهلي الذين يتوجون محمود الخطيب على كل السنوات وكل البطولات وكل ما فعله للنادي الأهلي. ده كان المذيع اللي علق على مباراة النهاردة، خالد الحجي معلق قناة الكاس القطرية. كابتن خطيب أسطورة بكل المقاييس، زي ما قال فعلا نجم يتائل بالذهب. مظبوط يا كابتن ماهر طبعا. طول عمر الكابتن محمود الخطيب أسطورة. ودي حقيقة يعني بصراحة يعني تاريخ الخطيب، هو لاعب وأحسن لعيب في أفريقيا مرتين، وهو عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق وبعدين رئيس النادي. يعني الحمد لله رب العالمين مجالس الإدارة بتاعت النادي الأهلي بإنجازاتها، كل رئيس بيسلم الرئيس اللي بعده. الكابتن محمود الخطيب إنجازاته في الأربع سنوات اللي فاتوا من خلال الانتخابات ومن خلال البرنامج اللي جه بيه، واضح أنه بيتحقق سنة بعد سنة. ومنها طبعا الانجازات الرياضيه، لان طبعا الجمعيه العموميه انتخبت محمود الخطيب عشان فرقه الكوره. صحيح. والحمد لله فرقه الكوره يعني انا شايف من نجاحات كثيره جدا مع كابتن محمود الخطيب، من استقدام لعيبه على اعلى مستوى اللي احنا شفناهم النهارده وفي البطولات السابقه، مع البطولات اللي اتحققت في عهد كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. فطبعا يعني كانت كلمه يعني كلمه مميزه جدا من الكابتن خالد، بيحيي بيها طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وناديه العظيم واللعيبه المحترمين على الانجازات اللي اتحققت في خلال الاربع سنوات. نتمنى ان شاء الله باذن الله الانجازات دي تتحقق كمان من خلال كره القدم ومن خلال المنشآت ومن خلال افرع النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها فرع بعد فرع بعد فرع، حتى استاد النادي الاهلي الجديد نتمنى ان شاء الله بعد اتحطت الطوبه الاساسيه في بناء الاستاد، نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف في عهدنا بقى استاد جديد للنادي الاهلي اللي كنا بنحلم بيه خلال السنوات الماضيه. هي نجاحات على كل مستويات. بالظبط. يعني هي مش كره بس، لا لا اللي بالك حتى الالعاب كلها. فرقه يعني فرقه الباسكت، انت جايب افضل لعيبه مصر في الباسكت في النادي الاهلي. عندك فرقه الفولي بقى لها كابتن الخمس سنين الاخرانيين بتاخد جميع البطولات، وان شاء الله تاخد الدوري السنه دي، عندهم لعيبه كويسه قوي. فرق الفولي بتاعت البنات عندنا واخدت بطولات، عندك فرق الهاندبول خدت بطولات. يعني الفتره دي مجلس الاداره مش للكوره فقط لا غير، يعني خلي بالك من دي يا كابتن عشان دي مهمه جدا. الناس كلها بياخدوا نفس الاهتمام، ويمكن لعيبه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى دلوقتي بيتعاملوا معامله لعيبه الكوره، ويمكن فيهم لعيبه بتتعامل معامله اعلى حتى لو ماديه او معنويه. يعني صحيح. كل الفرق اللي موجوده في النادي واخدين اهتمام جامد قوي من مجلس الاداره. صحيح. ويمكن انا شفت كتير بعيني يعني، وبروح اتفرج على ماتشات كتير لنجوم الفولي، عندنا نجوم كبار جدا واستقطبوا لعيبه كويسه قوي. فرقه الباسكت حتى انت لسه جايب مدرب اجنبي على لسه بطوله الفولي البنات من حوالي اربع خمس سنين. لا ده بقى لهم اربع سنين. لا لا بتكلم اخر بطوله كانت من اربع خمس سنين. والفولي برضو محمد الفولي البنات محمد مسلحة عندنا برضو عامل بطولات كويسه قوي، كسبان كل البطولات بقى له اربع سنين او خمس سنين. يعني في حاجات كويسه قوي بتتعمل في جميع الرياضات عندنا، في كره القدم، في الباسكت، في
لان النادي الاهلي اسره واحده يمكن. صحيح. في كل الالعاب حتى في السباحه حتى في كل حاجه يعني. ده كمان غير الطفره الانشائيه اللي بيشهدها فروع النادي الاهلي المختلفه. طبعا طبعا طبعا. ولسه يعني في فرع جديد كمان. استكمال فرع الشيخ زايد طبعا. صحيح. فرع التجمع وافتتاح التجمع. الاستاد اللي اتكلم عليه كابتن عادل طبعا, ودي هتبقى يعني بالنسبه للانديه المحترفه هتبقى يعني في مصر بالذات يعني هتبقى طفره. الاستاد الجديد ان شاء الله. بنتكلم عن الاستاد. أيوة. بالنسبه للمحترفه في مصر كنادي هتبقى افتتاح فرع الاقصر. موضوع كبير جدا 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 يعني. جمهور النادي الاهلي بيحلم فعلا باستاد باسم النادي الاهلي حقيقي يعني. احنا يعني استاد ويس سلام الاهلي بيلعب فيه, ولكن استاد يعني يمتلكه النادي الاهلي, استاد يبقى فيه يعني جمهور النادي الاهلي هو بيروح رايح استاد النادي الاهلي. ده حلم كل الاهلاويه طبعا طبعا طبعا. موضوع مكلف جدا طبعا, موضوع رقميا كبير, ولكن اعتقد طالما يعني ان مجلس الاداره خد خطوه جيده في الحته دي, اعتقد يبقى عنده فكر ان هو ازاي يعني هيجيب تمويل الاستاد, ازاي هينشئ الاستاد, ازاي هيتم الاستاد على ارض النادي الاهلي. وهو الحمد لله الارض موجوده في اهل الشيخ زايد, ودي حاجه جيده جدا جدا جدا. احنا نفسنا بنحلم ان احنا يكون عندنا استاد يعني. يعني الاهلي ليس اقل من فرق اوروبا اللي عندها استادات يعني. ارسنال بقى ومانشستر يونايتد والسيتي وكل الفرق المحترفه اللي عندها بطولات واللي هي بتطمع ان هي تكون في الترتيب الاول كلها عندها استادات. الاهلي كمان اعتقد يمتلك القدره ان هو يبقى عنده استاد, اعتقد من وجهه نظري الشخصيه. وده حق مشروع للنادي الاهلي وحق مشروع لجمهور النادي الاهلي ان هم يكون عندهم استاد كبير يعني يضم جمهور النادي الاهلي يعني. صحيح. عايزين نتقدم بخالص العزاء للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي في وفاه المغفوره له باذن الله والدته, وخالص العزاء لنجم الفريق اجاييه في وفاه المغفور له حماه كابتن. طبعا كابتن ماهر ظروف صعبه جدا. في وسط الفرحه ديت كابتن سامي قمصان بيتلقى خبر صادم بالنسبه له ان هو وفاه السيده والدته. لا البقاء لسامي قمصان. سامي من الشخصيات المحترمه, ويعني ربنا يغفر لها والدته. فيعني طبعا خبر يعني بعد فرحه ببطوله. صحيح. نفاجئ بوفاه والدته, لكن دي سنه الحياه والبقاء لله لأسرة سامي ويشد حيله. وطبعا بالنسبة للأجاييه ده يعني حمازة ما انت قلت. فيعني البقاء لله له لهم, ويعني نتمنى طبعا يسكنوا جنات ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لهم ذنوبهم يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء حابب. طبعا في وسط الأفراح دي بيجي لك خبر موضوع والد سامي دي الله يرحمها وسامحها. هي صعبه جدا يعني, من قد ما الفرحه كبيره قوي على قد ما الفقدان صعب قوي, لان دي الام. بعد الام انت ما فيش حاجه بعد كده بتبكي عليها. فربنا يصبر سامي اولا, لان الام دي حاجه ما تعوضش, حاجه غاليه جدا. الله يرحمها وسامحها. لا زي ما حضرتك قلت الاجواء يعني انت في عز الفرحه بيجي لك خبر. ومش اي خبر يعني, خبر بجد صعب جدا على سامي يعني. ربنا يكون في عونه بجد. ان لحظه مش طبيعيه ايمن. صحيح. عشان كده كابتن محمود الخطيب وقف كل الاحتفالات في قطر لما وصل له الخبر. ربنا يصبره ويسامحها ويغفر لها يا رب ان شاء الله. كابتن عادل قال لله لسامي. يمكن سامي شخص متزن, اي الدنيا كده, واكيد حزين هو, لكن بنقول لك يا سامي يعني كلنا اخواتك يعني, وبنعذرك في اللي انت فيه, وربنا يصبرك يا رب ويغفر لها. وربنا دي اخر احزان يعني لسامي وحتى اجاي كمان يعني. كابتن بلال يعني انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يا رب يغفر ليها ويرحمها. يمكن سامي من الناس القريبه مني يعني, صديق يعني, انسان محترم جدا وانسان مهذب وعلى خلق عالي. قدومه للاهلي كان قدوم خير. زي ما قال كابتن علاء وزي ما قال الكباتن يعني التوقيت صعب جدا, ولكن دي اراده ربنا سبحانه وتعالى يعني. البقاء لله, وربنا يصبره يا رب ان شاء الله. والموضوع لما بتبقى بعيد برضه بيبقى موضوع صعب شويه يعني, لما تبقى مسافر وكده بيبقى موضوع صعب شويه, وده صعوبه الامر بالنسبه له. ولكن يرجع بالسلامه وياخد عزاها ويدعي لها, وربنا يغفر لها ويرحمها يا رب ان شاء الله وجميع اموات المسلمين يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر نتكلم بقى سريعا شويه فني عن المباراه.
ايه نقطه التحول اللي كانت في مباراه الشوط الثاني اللي خلت الاداء يتغير؟ التغييرين اللي عملهم مستر موسيماني بنزول معلول ونزول رامي، انا شايف التغييرين دول فرقوا بشكل كبير جدا يا ايمن في شكل واداء النادي الاهلي، والتغييرين دول عملوا توازن بشكل كبير، يعني بمعنى ان زي ما قلت لك ان معلول لعيب كوره ومفتاح لعب، قدر من خلال خبرته ان هو يقدر يعمل توازن بشكل جيد، ان هو يقدر يطلع لنا باصات من تحت لنص الملعب، يقدر يغذي نص الملعب بالحاجات السهله، رامي قدر يعمل اسيست لبنون ويبدا يباصي او يقدر يسلم وسط الملعب بشكل ايجابي. بعد كده تولد بقى التغييرات، يعني نزول برضك صلاح محسن عمل شكل كبير جدا في الاداء الهجومي وعمل لنا فارق مع محمد شريف، وبعدين نزول حمدي فتحي وكهربا. يمكن كهربا ما حسيناش بكهربا ينجر في الهجمه الاخيره الوان تول اللي اتعملت من العمق بينه وبين قفشه اللي كانت ممكن تبقى الهدف الثالث، لكن معظم التغييرات اللي نزلت اثرت بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي وغيرت كل الملامح عن الشوط الاولاني اللي كان متوسط المستوى الفني. الشوط الثاني فيه اجابات بشكل كبير، في اكتر من 5 فرص للنادي الاهلي منهم هدفين جمال جدا. زي ما قلت كنا نتمنى ان وليد سليمان يكون من ضمن التغييرات ديت لان كنا نطمن على وليد، لكن في الاول والاخر احنا اطمنا على لاعيبه النادي الاهلي اللي هم رجعوا لنا بالسلامه من الاصابات اللي كانت موجوده عليها. صحيح. طب لو اخترنا نجم الماتش اليوم، يعني انا شايف نجم المباراه يمكن يانج في الجانب الدفاعي بشكل كبير قوي من اول المباراه لنهايه المباراه، رتم واحد، قطع الكرات بشكل ايجابي، باصاته الاماميه والقطريه والاندفاع الهجومي كان ايجابي ليانج، اكتر لعيب داس في الملعب. يمكن انا بشوف ان يانج يمكن جري اكتر من 13 كيلو في هذه المباراه، فبعتبر ان يانج وكل ماتشاته كده من ضمن اللعيبه اللي فعلا عاملة تأثير بشكل كبير جدا في أداء النادي الأهلي من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية، وكمان يمكن الاثنين اللي حرطوا الأهداف لأن احنا كنا محتاجين جول عشان يدينا ثقة ونفتح بيه المباراة، فأنا شايف جول محمد شريف جول جميل جدا بصراحة يعني، وبعدين الجول الثاني بتاع صلاح محسن بمهارة فردية شكله كمان جميل وبشكل إيجابي يعني. صحيح. كابتن علاء لو اخترنا رجل مباراة اليوم. أنا اختار محمد شريف اتحرك كويس قوي، اولا متحرك كويس قوي، احرز هدف حلو جدا وصعب مش سهل، وهو اللي حرر المباراه يعني هدف محمد شريف ده هو اللي حرر المباراه تماما. وانا حتى بدايه الشوط الثاني كانت احسن من الاول بكتير قوي عشان لعبت الكره بتاعتك اللي هي مش كره طويله، استحرز كمان على نص الملعب بالظبط، هو ده اللي انت التفوق بتاعك في نص ملعبك مزبوط. لكن هو اتحرك كويس، اتحرك على طول كتير، بيحاول دايما يا ايمن ودايما الفيرود بيحاول بيوصل للهدف اللي هو عايزه، اعتقد هدف كان حلو قوي وهو حرر المباراه، كان نجوم المباراه النهارده. صحيح. كابتن عادل رجل المباراه. يعني انا برضو محمد شريف علشان حاجه مهمه جدا، انت بتتكلم لما المستويات تتعادل كلها في اللاعبين بيبقى اللي بينفذ المهام بتاعته، ومهام محمد شريف انه يحرز هدف ويكسبك، واحرز هدف وانا بديله افضل لاعب في المباراه في فرقه الاهلي علشان مهاره الهدف العاليه قوي والثقه العاليه قوي للعيبه بيه محمد شريف. كابتن احمد بلال. بص انا جمعيه اداء الاهلي في الشوط الثاني يعني هي الاساس بالنسبه لي، ولكن انا اتفق مع الكباتن، هدف محمد شريف هو من وجهه نظري هو هدف المباراه، التوقيت بتاعه وطريقه تسجيله للهدف كمان. شريف بقاله يعني كام ماتش ما سجلش اهداف، النهارده بيسجل في السوبر الافريقي ودي حاجه جيده جدا جدا جدا. التوفيق كمان بتاع يعني بتاع الهدف، يعني انت في اهداف في كرات تبقى محتاج فيها التوفيق، الحقيقه اتلعبت بشكل جيد، اتحرك هو بشكل جيد جدا جدا، عملها له حسين الشحات، لف بشكل كويس قوي، حطها بشماله في الزاويه البعيده،
الفوت ورك بتاعه رائع جدا جدا في الهدف الحقيقه. يمكن وخد بالك الكلام ده احنا اتكلمنا فيه برده في ماتش الزمالك، قلنا الفوت ورك بتاع شريف في ال 18 وسرعه الحركه بتاعته جيده جدا، توقيته للتصويب جيد جدا، ممكن لعيب تاني يزق كمان عشان يخرج الكوره بره، لكن هو الحقيقه بعد ما لف شاط على طول وحطها في الزاويه البعيده وكانت موفقه بشكل رائع جدا جدا يعني. صحيح. اذا اتفق نجومنا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي على ان محمد شريف هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه، ارجوكم انتظرونا.